مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير وحلقة نهاية الأسبوع. يمكن النهاردة في أحداث كتير جدا على الساحة الرياضية، نتناول كل أخبارها مع حضراتكم. أكيد مفيش شك طبعا فريقنا فريق النادي الأهلي اللي إن شاء الله بكرة بيعود مرة تانية للتدريبات بعد غلق الملف الأفريقي، استعدادا طبعا للعودة لمباريات الدوري العام إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد أمام طلائع الجيش، وبإذن الله يظهر النادي الأهلي إن شاء الله وفرقته بالوجه الحقيقي للنادي الأهلي. عندنا ملفات مهمة جدا كمان النهاردة، عندنا ضيوف مهمين جدا، عندنا إن شاء الله الفقرة الأولى مع الأستاذ محمد القوسي طبعا الناقد الرياضي في جريدة الأهرام، الفقرة الثانية مع نجم كبير، نجم كبير من النادي الأهلي سبعينات أيام الكورة الجميلة، ويعني أسطورة من أساطير النادي الأهلي الكابتن خالد جدالله. أكيد هنفتح معاه ملفات النادي الأهلي على المستوى الأفريقي وعلى المستوى المحلي، إن شاء الله تكون يعني حلقة تنال إعجاب حضراتكم. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني. ازيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. وللحقيقة يعني أنا مهما اتكلمت عن جمهور النادي الأهلي مش هنوفيهم حقهم، وقد إيه أنتم تظلوا الداعمين والمساندين لينا وللفريق. فعلا زي ما بنقول دايما هنا، جمهور النادي الأهلي هو السيف وهو الدرع للنادي الأهلي، واللي معاه جماهير الأهلي ما يتخافش عليه. قبل أي حاجة، قبل ما ندخل في أي تفاصيل، الحقيقة عايزين ننوع عن سؤال حلقتنا النهاردة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا، برنامج البيت الكبير. منتظرين الإجابة على توقعك أو توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والطلائع اللي جاية، زي ما السؤال أمام حضراتكم أهو على الشاشة. بتتوقعوا نتيجة المباراة يوم الحد اللي جاي، يوم الأهلي وطلائع الجيش، عودة خلاص للأهلي مرة أخرى لفتح ملف الدوري المصري وتصدر الأهلي بإذن الله للدوري الممتاز إن شاء الله، قيم الدوري الممتاز. يعني مباراة مهمة إن شاء طبعًا. الله في إطار الدوري، وإن شاء الله النادي الأهلي تاني يعني الرياكشن بقى والعودة إن شاء الله بشكل أفضل من مباراة أفريقيا، ده اللي منتظرينه. منتظرين كمان إن شاء الله العودة لتصدر الدوري العام بإذن الله مرة تانية، وزي ما أنتم معودنا يعني فريق إن شاء الله. برضو قبل ما نبدأ الحلقة الحقيقة لازم نبدأ بخبر، الحقيقة للأسف هو خبر محزن الصبح. يمكن اللي تابع النهاردة، توفى المهندس الكبير حسين صبور. حسين صبور ده بيلقب بشيخ المعماريين يا جماعة، النهاردة توفى عن عمر الناهز 85 سنة. النهاردة النادي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قدموا خالص التعازي بعد وفاة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده أكيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. طبعا يمكن هو شخصية من الشخصيات الرائعة جدا، يعني أحد أعلام البناء والتعمير، مش يعني مش قليل، يعني أقل ما يلقب يعني بهذا الوصف. ناس من الشخصيات كمان اللي كانت داعمة أو قدمت خدمت الرياضة المصرية بشكل كبير، كان رئيس نادي الصيد قبل كده، يمكن هو صاحب الأيادي البيضاء زي ما بيتقال كده في العديد صحيح. من المجالات صحيح. عمرنا ما سمعنا عنه مشكلة، عمرنا ما سمعنا عنه حاجة وحشة في سجل تاريخه الحافل ده كله. صحيح. ربنا يرحمه طبعا، ربنا يرحم المهندس أسرته. طبعا حسين صبور كان فعلا واحد من رجال الأعمال اللي ساهموا بشكل كبير كمان جدا جدا في الرياضة. يمكن هو صحيح رجل أعمال، يعني عمل استثمارات على شكل أكتر من رائع، كمان يمكن كل الناس بتفتكر لما بتفتكر حسين صبور بتفتكر كمان الصرح الكبير، وطبعا نادي الصيد الكبير جدا بفروعه الكتيرة، قد إيه يعني الله يرحمه زي ما سهام قالت شيخ المعماريين طبعا، ومهندس كبير جدا. ويمكن النهاردة يعني توفى، وكانت صدمة كبيرة، يعني صدمة كبيرة، لأن هو إنسان عظيم جدا على المستوى الشخصي، على المستوى الاجتماعي وخدمة البلد، كان بيقوم باستثمارات رائعة في مجال المعمار، وكمان على المستوى الرياضي، على المستوى الرياضي كان ليه كمان أيادي بيضاء كتيرة جدا، وخاصة نادي الصيد بفروعه الكبيرة. معانا هنا في قناة النادي الأهلي عندنا يعني تقرير عن وفاة المهندس العظيم حسين صبور. Thank you.
رحل عن عالمنا اليوم المهندس حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما. ولد حسين فايق صبور عام 1936 وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957، وحصل بعد تخرجه على دبلوم تخطيط الطرق عام 1958 ودبلوم التنمية الأساسية عام 1962. شغل صبور منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية ومكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، كما تولى منصب مجلس إدارة مجموعة من الشركات في المجال الهندسي، كما شغل الفقيد العديد من المناصب منها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية وعضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير وعضو مجلس إدارة مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، كما شغل صبور منصب رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس بنك المهندس لمدة تزيد على 5 سنوات ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية لمدة 6 سنوات وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. كانت حياة الراحل حسين صبور مليئة بالكثير من المحطات، فقد أشرف على بناء مدن العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والسادات، والساحل الشمالي، وأشرف على أعمال كبرى المشروعات مثل مترو الأنفاق. يكمن سر نجاح صبور في العمل بجدية منذ بدأ مشواره وحتى رحيله اليوم، وإنجازه الحقيقي هو بناء جمهورية من المهندسين والأطقم المعاونة على درجة عالية من الكفاءة، وهم الكنز الحقيقي وراء ما حققه من إنجازات. وببالغ الحزن والأسى تنعى قناة النادي الأهلي الفقيد الراحل المهندس حسين صبور سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. ربنا يرحمه طبعا مهندس حسين صبور، يعني علم من علامات المعمار زي ما قلنا وزي ما تابعتوا حضراتكم في التقرير وزي ما كان حتى بيلقب بمهندس المهام الصعبة. حسين صبور أو هذا اللقب دايما تلاقيه في أي مكان في مصر، في الساحل، حتى بره، يعني كان ليه مشاريع ضخمة جدا خدم بيها البلد. احنا كمان من هنا من البيت الكبير وأسرة البرنامج بتتقدم لأسرته بالعزة، وإن شاء الله يلهم أسرته الصبر والسلوان أكيد ومحبين. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه يا رب ورحمة واسعة بإذن الله. نروح لخبر نطمن بيه حضراتكم حتى على فريق النادي الأهلي النهاردة. أكيد في حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، بدأت خلاص أو هتبدأ التدريبات بعد ساعات من دلوقتي، بكرة إن شاء الله بيستعدوا لمواجهة الطلائع زي ما قلنا، مواجهة طلائع الجيش، مواجهة صعبة جدا يوم الحد اللي جاي على ملعب الأهلي والسلام في الجولة 14 لبطولة الدوري. أكيد مباراة مهمة، مباراة الفوز بيها بيمثل حاجات كتير جدا للأهلي، ما أن أنت تعيد مرة أخرى انتصاراتك بعد يمكن ما تعثرت أمام سيمبا في البطولة الأفريقية مؤخرا. كمان 3 نقاط مهمين جدا أفتكر للجهاز الفني علشان يدخل بقى بقوة مرة أخرى ويواصل الزحف لقمة الدوري الممتاز. يمكن الفريق متأجل له 3 مباريات عن الزمالك اللي لعب أفتكر أكتر من مباراة، والنهاردة بيعتلي الصدارة فريق نادي الزمالك، لكن بطولة الدوري أنتوا عارفين يمكن طريقة إن شاء الله كالعادة للأهلي. وطبعا انت تأجل لك مباريات كتير لان انت كان ليك مشاركات اكيد صحيح دوليه بره وافريقيه. ثلاث مباريات مؤجله للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي معودنا بصراحه، يمكن في سنوات يمكن قبل كده كمان كان النادي الاهلي متأجل له اكتر من 5-6 ماتشات وكان بعيد خالص عن القمه، لكن اللي رجع بسرعه جدا وده الوقت اللي بيرجع في النادي الاهلي يا سهام، الوقت بعد التعثر شويه، ويمكن تابعنا هنا في البيت الكبير حتى عودتهم
من تنزانيا كان في شيء اللعيبه حاسه، يعني اكيد اللعيبه حاسه انها ما عملتش حاجه كويسه، وبالتالي ان شاء الله يوم الاحد يبقى الرياكشن كمان متضاعف، يعني رياكشن اولا لعوده الدوري، عندنا لقاءات مؤجله لازم الحسم فيها بشكل كبير، وزي ما انت قلتي طلاع الجيش نادي كويس، يعني نفتكر ان هو كمان كان في النهائي الكاس مع النادي الاهلي وقدم مباراه جيده جدا، عندهم لعيبه على مستوى عالي، لكن دايما خلينا نتكلم احنا النادي الاهلي، يعني احنا دايما بنحترم الخصم ما فيش شك، لكن كمان التضخيم من الامور في بعض الاحيان بيضر، يعني مش صالحنا لا خالص، يعني التضخيم في الخصم شويه بنحترم الخصم وبندرسه بشكل كويس، طلع الجيش عنده لعيبه كويسه مميز، لكن احنا النادي الاهلي طبعا طبيعي ان شاء الله ان احنا نشوف رياكشن باذن الله في مواجهه طلع الجيش، ان شاء الله يكون المستوى الاداء افضل كتير جدا من مباراه سيمبا، كمان على مستوى الاداره الفنيه ان شاء الله يكون مباراه جيده، زي ما احنا عارفين طلع الجيش بيقوده المدرب محترم عبد الحميد بسيوني، عنده عناصر خبره كبيره، بدايه اسلام محارب، محمد بسام حارس المرمى، حارس دولي، مهند لاشين، عمرو السيسي، وعمرو مرعي، كل ده وعمرو جمال اكيد، لكن كل ده لعيبه اكيد بنحترمها، لكن احنا مش عايزين نضخم الامور، انا في اعتقادي يمكن من المباريات اللي احنا ضخمنا فيها الخصم شويه مباراه سيمبا، لكن احنا بنحترم الخصم بندرسه بشكل كويس، لكن احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يوم الاحد بيظهر بشكله الحقيقي والوجه الحقيقي للنادي الاهلي، ان شاء الله هتكون كمان دفعه باذن الله الفوز هتكون دفعه قويه جدا في مشوار الدوري، عارفين مشوار الدوري مشوار طويل جدا، عندنا 3 مباريات مؤجله، لكن دايما النادي الاهلي معودنا دايما هو ولعبته وجهازه وادارته حتى لو متاخرين في الترتيب بالنسبه للمؤجلات، لكن ان شاء الله نعود سريعا بدايه ان شاء الله من يوم الاحد باذن الله. عشان كده في التوقيت اللي زي ده دايما تلاقي كابتن محمود الخطيب يعني اهم واحد متواجد، اهم واحد بيكلم اللعيبه، ليه بقى؟ انت يعني انا بعتقد كده انه بيعمل على يقول لك ايه، مسح اثار الهزيمه، مسح اثار هزيمه سيمبا، فكان على لازم على المستوى المعنوي أكيد. فكان لازم النهارده يكون موجود ويجتمع باللعيبه والجهاز الفني ويعقد اجتماع الحقيقه مطول برضه في حضور لجنه التخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف علشان ياكدوا على الاستعداد القوي للمرحله اللي جايه، دايما بنقول المرحله اللي جايه اصعب، خاصه وانه الفريق عنده تحديات سواء على الصعيد المحلي هنا او على مستوى قاره افريقيا. كابتن محمود زي ما قلت لحضراتكم كان حريص انه يتكلم مع اللعيبه، الجهاز الفني حوالين اهميه الفتره اللي جايه، احنا كجماهير عندنا طموحات، اعضاء النادي ما يعني كلها دايما اكيد بتطالبهم بمزيد من البطولات، خاصه وانه عناصر فريقك النهارده بتتمتع بثقه الجميع، والفريق الحقيقه بيضم بين صفوفه لعيبه مميزه جدا، جهاز فني محترم على درجه عالية من الكفاءة، كل المنظومة الحقيقة بتعمل تحت اسم وشعار النادي اللي يعني بيحمل كل فرد النهاردة انه يبذل اقصى مجهود علشان يحقق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات، الجماهير اللي بالملايين يعني. صحيح، انت كمان قلت يا سام ان الكابتن الخطيب اجتمع بكل المنظومة، يعني لجنة التخطيط كانت موجودة، اللعيبة كانت موجودة، اتكلم اكيد كابتن محمود الخطيب زي ما انت بتقولي على المستوى المعنوي، بيفكر كمان ولادنا ان المشوار صعب، مشوار مش سهل، ما بيتناقش في الهزيمه ليه اتهزمتوا ليه والكلام دوت، لا احنا عارفين كابتن محمود الخطيب ومدرسه النادي الاهلي لما بيكون في ظرف، مش هقول ظرف صعب لكن محتاج تدخل رئيس النادي بشكل مباشر، كابتن محمود الخطيب بيعمل دوت بكل دقه، ان النهارده الاجتماع كان موسع لكن كمان كان في اجتماع مهم جدا، اعتقد ده كان الاجتماع كمان الاهم، كان الكابتن محمود الخطيب عمل جلسه خاصه مع موسيماني المدير الفني في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كان موجود لجنه التخطيط كمان كانت موجوده، كان بقى بيناقشوا كمان موسيماني في الاوضاع، يعني في الاوضاع اوضاع الفريق ايه، الخطه اللي جايه ان شاء الله هتكون ايه، الملف الافريقي اتقفل لكن باذن الله العوده للدوري الممتاز بلغه الكوره كده بالغل المفروض ان هو يطلع في مباراه طلع الجيش، لان الغل ده انا لعيب كوره وعارف انك لما بتخسر مباراه وبتادي مباراه وحشه في نوع من انواع الغل، مستني المباراه اللي جايه عشان تاديها بشكل تصالح اولا نفسك وتصالح جمهورك وتصالح الجهاز الفني، فده مهم جدا ان شاء الله نشوف ده. كابتن كمان محمود الخطيب بعد هذه الجلسه تناول بقى العشاء مع المجموعه كلها،
ده اللي بنقول عليه ده القائد. القائد امتى؟ في الاوقات المناسبه، مش في كل وقت لازم يكون رئيس النادي موجود في كل وقت، لا، في اوقات معينه وفي تون صوت معين الكابتن محمود الخطيب بيأدي. طبعا في لحظه الفرح كلنا بنفرح وشفناه بيحضن اللعيبه، لكن كمان في اللحظات الحرجه اللي لازم يخش الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، ان لا، بتوقف الامور عند نقط معينه. مش هنقول انها دي محاسبه والجهاز الفني، لا هي لا. عمليه ان احنا بنلم الدنيا بلغه الكوره، بنلم بعضنا بشكل كويس، بنفكر ولادنا بالطموحات الجديده، بنفكرهم بالمشوار الصعب اللي جاي، وكمان مسانده وسبورت للجهاز الفني، وان شاء الله كل دوت ينصب باذن الله في مصلحه الفرقه. اكيد ان شاء الله. هم كلاعيبه وجهاز فني باين عليهم ان هم متضايقين، باين عليهم ان هم يعني خلاص الهزيمه من سيمبا مباراه وعدت، بس مباراه خسرت فيها نقاط او ثلاث نقاط مهمه جدا يعني علينا. وكمان يا زام النقطه، واحنا بنتكلم كل امانه، مباراه كانت سيئه على المستوى الفني، على مستوى الاداء. احنا بنواجه نفسنا، ما بنحطش دماغنا في الرمل، لكن احنا يعني كلنا لما في مباراة بتبقى سيئة بنقول مباراة سيئة، لكن احنا كمان متوقعين ردة الفعل ان شاء الله يوم الأحد تكون على مستوى الحدث، وباذن الله يعملوا مباراه جيده. اكيد يعني اكيد، وتكون يعني الهزيمه دي رب ضاره نافعه زي ما بيتقال، يعني ان هي تبدلهم، دي اللي تدلهم دوافع جديده. واحنا كلنا ثقه على فكره، احنا كلنا ثقه في اللعيبه، كلنا ثقه في الجهاز الفني، كلنا ثقه في ادارتنا، وان شاء الله باذن الله تبقى عوده للدوري، عوده ان شاء الله بقوه، ان شاء الله الفوز على طلائع الجيش. عندنا كمان بعد طلائع الجيش بايام عندنا مباراه الاسماعيلي، ومن خلال هنا حوارنا في البيت الكبير هتعرفوا قد ايه الاجنده مليانه جدا ومباريات متتاليه للنادي الاهلي. كل توفيق ان شاء الله لفرقتنا يوم الاحد اللي جاي في بدايه مشوار الدوري. وكمان زي ما قلت لحضراتكم قبل التقرير ان النهارده لجنه المسابقات في الاتحاد الكوره عملت جدول مباريات الدوري. طبعا مباراه النادي الاهلي، والحقيقه لما يعني نستعرض مع حضراتكم هذا الجدول، جدول مليء بالمباريات، في حتى مباريات يفصلها عن المباراه اللي بعديها ب 48 ساعه. عندنا مباريات الدوري، في مباريات الكاس، في البطولة الأفريقية، في كمان السوبر المحلي، عندنا السوبر الأفريقي، بالإضافة طبعا كمان لتجمعات المنتخب إن شاء الله اللي هيكون في مارس اللي جاي. كل دوت ضغوط كبيرة جدا جدا. الجدول قدام حضراتكم هتلاقي يعني مباريات متلاحمة بشكل كبير جدا، تقريبا كل 3 أيام مباراة طلع الجيش، وبعدين عندنا الإسماعيلي، في مباريات كمان في كأس أفريقيا، في مباريات كمان في كأس مصر مع نادي النصر في دور ال 32. يعني جدول، أعتقد جدول مكثف جدا جدا. ده كمان غير الجدول أو غير الأجندة الدولية يا سهام. الأجندة الدولية كمان ان انت عارفة يعني النادي الاهلي ما شاء الله كل اللعيبة اللي بتلعب في النادي الاهلي لعيبة دولية، اذا كانوا على مستوى الاحتراف الداخلي اللعيبة الموجودين في مصر او المحترفين زي اجاييه، زي ديانج. فعندنا كمان معسكر في مارس، عندنا اجندة دولية في مارس، فتوالي المباريات ديت بكثرة اعتقد يعني احنا قدها وقدود، يعني دايما بنقول احنا قدها وقدود، ودي طبيعه النادي الاهلي، واولاد النادي الاهلي لازم يكونوا متعودين على كده. مسابقات كتير، مباريات كتير، بطولات كتير، تحديات كبيره جدا جدا، والفوارق الزمنيه قليله، ده تحدي للنادي الاهلي، تحدي كمان للجهاز الفني والجهاز كمان على المستوى البدني، ازاي نظبط كل دوت ان شاء الله لصالح الفرقه انها تظهر بمستوى جيد. ودايما جماهير النادي الاهلي كل اللي بقوله ده على جنب، وان النادي الاهلي هو يكون البطل وهو يكون متوج على منصات التتويج دايما، يعني لازم كل التوفيق لفرقتنا، لان المشوار صعب والاجنده فعلا اجنده مضغوطة. صعبه جدا مضغوطه. انت عندك ماتشين في رمضان، يعني ماتشين اهلي وزمالك في رمضان، عايز اقوله لكم بالترتيب بس. النهارده انت كل سنه كل مره بتقول ده موسم استثنائي، كل سنه بتتكلم عن موسم منتظم او بتتمنى ان يكون فيه موسم منتظم، بس لا مفر من ضغط المباريات. النهارده عندنا يعني يمكن تقرر اقامه مباراتي الاهلي قدام الزمالك في الدوري في الجوله الاربعه، والجولة الواحد وعشرين في رمضان، في شهر رمضان عندنا ماتشين بالتحديد يوم 18 إبريل 9:30 بالليل. 18 إبريل ده تقريبا خامس يوم رمضان فلكيا، تمام؟ ده يكون في استاد القاهرة. دي مش أول مرة طبعا، احنا عندنا تقريبا يعني من زمان صحيح ما تلعبتش مباراة للأهلي ولا الزمالك في رمضان، ودي هتبقى أفتكر سهرة رمضانية يعني كبيرة جدا. لكن عموما المرة التانية بقى اتحاد الكرة قال لك ايه، يوم 10 مايو
هيكون موعد لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة 21 للدوري الممتاز، وتقام أيضا في استاد القاهرة، وأفتكر كمان هيكون 9:30. 15 مايو ده أو 10 مايو ده هيوافق برضو أواخر رمضان. صحيح، حاجة يعني زي كده. خلي بالك دايما مباريات في رمضان بتبقى سهرة ممتعة، سهرة للجماهير، سهرة كمان على مستوى اللعيبة. وانا ياما كتير لعبت في رمضان حتى ايام الصيام. انا سالتك السؤال ده قلت لي احلى ماتشات، احلى ماتشات بتلعب اللي هي بعد الفطار قبل الفطار لما كنا بنلعب. يعني احنا لعبنا مثلا بطوله الاولمبيات وكان في مباراه الساعه 1 وكان اللعيبه كلها صايمه، طبعا بتاثر اكيد. حتى في لندن الجو معتد شويه لكن صايمين، يعني 1 الظهر اللعيبه لعبت مباريات، لكن على مستوى بالليل هنا في مصر بتبقى سهره ممتعه واللعيبه كمان بس اللعيبه بتقول لك ان هي بتبقى مستمتعه في الماتشات بتاعه رمضان اكتر. وسجل يعني حتى سجل المباريات الأهلي والزمالك، الأهلي متفوق يعني دايما متفوق ماتشات. وإن شاء الله يكون متفوق المباريات اللي جاية. 6 ماتشات للأهلي، 3 للزمالك و2 تعادل، ده في مباريات الأهلي والزمالك اللي بس في رمضان. صحيح زي ما بقول لك أجندة ممتلئة جدا، ماتشات دوري، ماتشات كاس، بطولة أفريقية، عندنا السوبر المصري لسه متحددة، عندنا السوبر الأفريقي. فكلها ديت تحديات جديدة وتحديات قوية للنادي الأهلي ولعبته، لكن احنا قادرين ان شاء الله. ان شاء الله الخماسية، ان شاء الله الخماسية. هنروح لموضوع تاني مهم جدا عن إدارة النادي الأهلي النهاردة، اللي بترسل خطاب للاتحاد المصري لكرة اليد. الكلام ده كان من شوية قبل ما ندخل، أكدت في البيان ده أو في الخطاب ده رفضها انها تكمل مباريات الدوري والكاس لموسم 2019-2020 بقوائم السنة اللي فاتت. ليه؟ أولا ده قرار بيخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، ده اللي جيب الخطاب، وبيتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. في حيثيات الخطاب ده بيقول لك ليه إدارة النادي الأهلي رفضت قرار اتحاد اليد. الحقيقة كان في يعني كثير جدا من النقاط الرئيسية في هذا الموضوع عايز أقولها لحضراتكم، يمكن سبق انا هقولها لكم يعني كما جاء في نص الخطاب، خطاب النادي الاهلي: سبق وان اعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الانديه الموسم الماضي ابان ازمه كورونا عن عدم استكمال مسابقات الموسم، وكان ممثل النادي الاهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طلب التاكيد على رفض ناديه لالغاء المسابقات وضروره استكمال بطولتي الدوري والكاس. قام اتحاد اليد بتعديل موقفه خلال اجتماعه مع ممثلي أندية دوري المحترفين الذي جرى يوم الأربعاء 16/9/2020 بمجمع حمام السباحة باستاد القاهرة، وأعلن أنه سوف يستكمل أو تستكمل مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة مثلما جرى في كل الاتحادات الرياضية التي قامت باستكمال مباريات الموسم الماضي في مواعيد لاحقة بموعد فتح القيد للموسم الجديد. عاد اتحاد اليد وأعلن أنه قرر استكمال مسابقات الموسم 2019-2020 بقوائم الموسم الماضي لأسباب لا يزال يتحفظ بها لنفسه. وقام النادي الأهلي بالرد على اتحاد اليد في خطاب يوم 19/11/2020 سرد فيه أسباب رفضه لهذا القرار الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، ولم يتلقى الأهلي أي رد حتى تاريخه. يعني لحد دلوقتي النادي الأهلي لم يتلقى من اتحاد اليد أي رد على أنت بتلعب بقوائم الموسم اللي فات بعدما خلت قوائم الانديه الحاليه من يعني دي حاجه صعبه جدا، مش مبقى تلعب حاجة بمين؟ ان لوجيك خالص. يعني بنتكلم على مستوى، يعني اولا نرجع للي انت قلتيه يا سام بس عشان الساده المشاهدين كمان يفهموا بالظبط ايه اللي حصل. ان السنه اللي فاتت كان طبعا اتحاد الكره لليد كان قال له خلاص احنا هنلغي المسابقه، كان النادي الوحيد اللي قال لك لا يا جماعه نستكمل المسابقه. وحضراتكم فاكرين اول ما رجع قرار عوده الدوري بعديها باسبوع او بعديها بثلاث ايام قال له خلاص هنرجع كمان مسابقه كره اليد، كان قال لك هنرجع بالقوائم الجديده، وده اللي وافق عليه النادي الاهلي. يعني الاهلي الاول كان اول الرافضين لعمليه الالغاء، ثم الاتحاد كره اليد قال لك احنا خلاص هنبدا الموسم بالقوائم الجديده، فالنادي الاهلي رحب بكده. المفاجاه بقى اللي قال لك لا ده احنا هنعمل الموسم اللي فات بالقوائم القديمه. طيب القوائم القديمه، طب النادي الاهلي مشى 7 لعيبه،
طب القوائم القديمة ازاي؟ واذا كان عندنا لعيبة مشيت عملوا ترانسفير، ممكن يكون في لعيبة جت، فالامور مش طبيعية وان بروفيشنال، ليها اغراض ما بين قوسين في علامة استفهام الله اعلم، لكن القرار نفسه قرار مش يعني مش منطقي، قرار غير رياضي، لانك تلعب موسم بعد ما اللعيبه مشيت تقول له لا طب هات اللعيبه تاني، طب هنجيب اللعيبه ازاي؟ يعني لعيب تعاقد مع بعض الانديه، كان عندنا بعض المحترفين رجعوا لبلادهم، هل من المنطق والمعقول يبقى النادي الاهلي يبعت واحد مشي راح اي بلد يقول له طب تعال عشان هنكمل الموسم اللي فات؟ يعني كلام غير منطقي وكلام صعب جدا جدا يتطبق، وكان يعني بيان النادي الاهلي في بعض النقاط الطبيعيه اللوجيك اللي لازم اتحاد الكره لكل كره اليد ان هم لازم يجاوبوا على الكلام دوت، وخلينا نقول تخبط الى حد كبير في يعني كلنا كنا فرحانين بمستوى لعبتنا في كاس العالم لكره اليد قد ايه كانوا ابطال، لكن على مستوى ما بعد كاس العالم اعتقد في نوع من انواع التخبط شويه بعض المشاكل، لكن النادي الاهلي دايما بالبيان دوت بيبين قد ايه ان احنا very professional. البيان ده بيقول لا يعني بيرفض تماما عوده يعني مسابقه الكره اليد بالقوائم القديمه لانه مش لوجيك. القوائم يعني القديمه، القوائم القديمه دي في لعيبه تم الاستغناء عنها، في لعيبه تمت اعارتها، في لعيبه تم بيعها، فانت هتلعب بمين؟ هو ده يعني اسئله غريبه جدا مطروحه كمان يعني المفروض اللي كتب اللي بيطلع دايما عندنا مشكله يا سام، اللي بيطلع القرار وبيطلع قرار وخلاص، طب تداعيات القرار دي ايه؟ يعني في بعض قرارات في اتحاد الكوره بتطلع وبعدين بعدها بيومين لا بترجع في قراراتها، فخلينا نتكلم زي التراجع عن اللي هو بتاع حراس الاجانب ده، يعني بنتكلم يعني على بعض القرارات ارجو ان الناس تشتغل، يعني عايز تطلع قرار لازم تدرسه شويه، لازم هذا القرار يكون متلائم مع الانديه، ما بتكلمش عن النادي الاهلي، متلائم مع كل الانديه على مستوى واحد، لازم ده يكون في مصلحه اللعبه نفسها، هل في مصلحه كره اليد او ضرر على كره اليد؟ نفتكر النادي الاهلي كان مصمم ان البطوله تتلعب وان المسابقه تقام، ويعني خلينا نقول يعني بهذا البيان النادي الاهلي يعني بيحط بعض الاسئله وعايزين رد من اتحاد الكره لكره اليد على هذه الاسئله الكتير. هو النادي الاهلي طبعا يعني عشان حضراتكم برضو تعرفوا في استكمال او في ختام خطابه، هو رحب انه يستكمل مباريات الموسم اللي فات بالقوائم الجديده وبالشكل اللي بيحقق مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه في هذه اللعبه، واكيد بيتحفظ بحقه في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لدى كل الجهات المعنيه للحفاظ اكيد على حقوقه الفنيه والادبيه. في أزمة كبيرة وتصرف غريب من اتحاد كرة اليد، ازاي عايز يستكمل مسابقة بقائمة الموسم اللي فات اللي مش موجودة؟ هنقول تاني، الأهلي عنده زي ما قلت لك لعيبة تم الاستغناء عنها، لعيبة تمت إعارتها، لعيبة مش موجودة، فبالتأكيد لاعبين مشوا خارج البلاد، حتى في ناس سافرت يعني عندهم ارتباطات رسمية، فازاي الأهلي هيقدر يستعين من أول يعني من أول يوم؟ أنت عندك كمان أزمة كورونا ومع عودة جميع الدوريات، ازاي هترجع تجيب؟ واصلا مش لوجيك لعيب مشي من عندي عند اعاره، او انا بعت لعيب، او اللعيب خلاص مش من عندي ارجع اقول له لا طب تعالى عشان هنستكمل الموسم اللي فات بنفس القوائم، فاعتقد دوت موضوع غير لوجيك، والنادي الاهلي كان محق تماما. تاني بنقول ده لحق الانديه كلها، حق النادي الاهلي طبعا بيدافع عن حقه، ولكن ده في مصلحه اللعبه جماعيا طبعا. مستنيين بقى يعني مستنيين ده طبعا رب. طيب نطلع فاصل مع حضراتكم، وبعد الفاصل عندنا اخبار عالميه كتيره جدا، استنونا في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، ونبدا اخبارنا العالميه مع النجم الالماني ماريو جوتس. تفتكروا ماريو جوتس طبعا لاعب منتخب المانيا، يمكن اللي كان احرز هدف الفوز في كاس العالم وحصول المانيا على كاس العالم في 2014. ماريو جوتس كان طبعا من خريجي دورتموند، وكان ولد صغير جدا، يمكن انضم للمنتخب الالماني كان عمره 18 سنه، انتقل من دورتموند لبايرن، يمكن كمان ساعتها كان بمبلغ كبير جدا في 2013، اكثر من 37 مليون يورو. كان لعيب مميز جدا على المستوى الهجوم، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن بعد فتراته في البايرن وتالقه في بايرن كان عنده مرض غريب شويه، يعني مرض مش إصابة لكن مرض يمكن طول معاه لفترات طويلة جدا، من خلالها خرج من بايرن وراح أندهوفن، واللي تألق بشكل أكتر من رائع الأسابيع الأخيرة مع أندهوفن، مما جعل طبعا لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إن كمان يبعت في الأجندة الدولية القادمة للحصول على خدمات ماريو جوتسا مرة أخرى. عودة قوية جدا جدا للاعب مميز ماريو جوتسا.
من ألمانيا نروح لإنجلترا. الحقيقة الخبر ده على قد ما هو ممكن يكون عامل حالة من الغضب أكيد ما بين جماهير نادي ليفربول في إنجلترا أو هنا حتى في مصر، الناس اللي بتطالب بالشارة بتاعة محمد صلاح الكابتنة. بس ده يحسسك قد إيه محمد صلاح مهم جدا في فريقه. النهاردة نادي ليفربول جماهيره بالأحرى جماهير نادي ليفربول النهاردة عملت على تويتر هاشتاج وطلبت أن محمد صلاح هو اللي يمنح بشارة قيادة الفريق في المباراة اللي جاية. المباراة اللي جاية هتكون أمام شيفيلد يونايتد يوم الحد اللي جاي، بعد طبعا ما تصاب الثلاث كباتن الكبار منهم هندرسون ميلنر وغيابهم عن المباراة اللي جاية دي تحديدا. ففي تغريدات كتيرة جدا كان موجود، يعني كان موجود من بناتها طبعا أكيد جماهير ليفربول خلال الساعات اللي فاتت، بس بتتكلم بس عن محمد صلاح وقد ايه اهميه انه لازم ويستحق الشاره دي وانه رابع في ترتيب الكباتن. فمثلا على سبيل المثال يعني فينالدوم ما يستحقش الشاره ده على حسب كلامهم، وخصوصا انه هيمشي ببلاش وما قدمش مستوى جيد في الموسم ده، فليه محمد ما يحصلش على شاره الفريق؟ بصي، موضوع شاره الكابتنه ديت بتختلف، خلي بالك، من بلد لبلد ومن ثقافه لثقافه، ثقافه شعب وثقافه انديه. يعني على سبيل المثال في بعض الانديه بيقول لك الاقدم في الفريق اللي بقاله فترات طويله جدا جدا هو اللي يكون كابتن الفرقه. يورجن كلوب على سبيل المثال كان عنده 4 كباتن فرقه، الـ4 كباتن فرقه دول لو غابوا يمكن كان في مشكله، ان يعني الكسندر ارنولد خد شرط الكابتنه وكان محمد صلاح موجود في احد مباريات الشامبيونز ليج، فده كان نوع من انواع الغضب شويه. أيوة، خلينا نتكلم ان عمليه الشاره دي عمليه اولا بيتحكم فيها الفريق والمدرب وثقافه البلد نفسها وسيستم الفريق. يعني انا لما رحت المانيا كان قبل كل موسم بنقعد مع بعض، وممكن جدا بيتم عمليه انتخاب قائد للكابتن في السنه ديت. اللعيبه بتجتمع والكابتن القديم، ودايما بيكون في على الاقل 2 أو 3. يعني انتخبوك قبل كده؟ انا كنت كابتن يعني في احد المباريات يعني، لكن كنت بالاقدميه يعني وصلت لمرحله الاقدميه. فكان وبيبلغوا المدير الفني، والله احنا كفريق اجتمعنا وعايزين السنه دي نمره 1 كذا ونمره 2 كابتن هاني 1 2 و3، يعني بيحط 3 أسماء. دي جزئيه. في مديرين فنيين هو اللي بيحط كابتن الفريق، يقول لك انا هختار كابتن الفريق ده 1 و2 و3 و4 زي ما عمل يورجن كلوب. حقيه محمد صلاح في شاره ليفربول اعتقد انها حقيه مستحقه، جماهير ليفربول شايفه ان محمد صلاح يستحق الشاره بشكل كبير جدا على مستوى الاداء، على مستوى النتائج، على مستوى التهديف، على مستوى القياده. فمحمد صلاح جدير انه يكون موجود، مهم جدير يعني. فالجماهير كمان حلو الاحساس ان انت تكون قائد، اللعيبه بتحتاج لك وفاهم بتاخد رايك، والجماهير كمان بتحس بده اهميه النجم. كمان احنا بنتكلم عن واحد مشرفنا يعني، أكيد فده مهم قوي يعني. كابتن الفرقه شاره طبعا، شرف طبعا ان محمد صلاح كمان يبقى قائد ليفربول النادي العظيم العريق. وده موضوع كان مضايقه كان موضوع مضايقه قبل كده حته الشاره دي، الترتيب. وزي ما بنتكلم يمكن كان ارنولد ده صغير في السن، كان محمد صلاح غياب الـ4 كباتن ما كانوش موجودين، محمد صلاح كان موجود لكن الكسندر ارنولد كان موجود، فيورجن كلوب قال يبقى هو الكابتن، كان في نوع من الغضب شويه. لكن خلينا نتكلم على قيمه محمد صلاح، ان جماهير ليفربول كلها بيتغرد على تغريدات كبيره جدا على السوشيال ميديا بتطالب محمد صلاح يكون هو كابتن الفريق يعني. ودي حاجه كويسه على فكره، بتحسسك قد ايه، بقول لك باهميته كنجم مصري كلنا بنفخر بيه. صحيح. يعني النجم الفرنسي تيري هنري النهارده بيقدم استقالته من تدريب مونتريال الكندي المعار للاعب الاهلي طبعا السابق احمد حمدي. هنري قال في بيان رسمي له انه القرار ده كان صعب عليه، لكن قيود السفر بسبب فيروس كورونا بتحتم عليه الاستقالة والتواجد مع عائلته في لندن، وأنا قريت أن دي يعني استقالته لأسباب عائلية هو ما أعلنش عنها. أحمد حمدي كان انتقل على سبيل الإعارة من الجونة لمونتريال لنهاية الموسم، عنده يمكن بند بأحقية النادي الكندي في شرائه بشكل نهائي. وبالنسبة للمدرب طبعا اللي استقال فهنري يعني فبيتفاوض دلوقتي مع نادي بورتموث الإنجليزي، وبالنسبة كبيره جدا هتحسم المفاوضات لصالحه اكيد. هو رجع على فكره علشان يروح بورتسموث، يعني هو ليه؟
هو طبعا عايز يرجع للدوري الانجليزي بشكل او باخر، ويعني خطوات تيري هنري على مستوى التدريبي مش على مستوى طموحاته كنجم كبير. يعني احنا عارفين تيري هنري من النجوم الكبيره جدا، كان قدم مستويات اكتر من رائعه في المنتخب الفرنسي، فخطوات تدريباته يمكن مش على هذا المنهج، فعايز يحط نفسه جوه دايره اوروبا يعني بشكل اخر. يعني كندا بعيد شويه يعني، لكن الدوريات في اوروبا دايما المدربين متشافين بشكل كبير. طبعا رغم الموسم الرائع اللي قدمه نادي الانتر، وحضراتكم تابعتوا اكيد الديربي الكبير جدا ما بين الانتر والميلان يمكن الجوله الماضيه من السيريا A، وفوز الانتر بنتيجه 3-0 وتربعوا على قمه السيريا A، اكيد بيقدم مستويات اكتر من رائعه لانه يعني بيأدي بشكل اكتر من رائع. كنت عامل مباريات جيده جدا، ويمكن السيريا A يعني دلوقتي في شراسه جدا جدا في عمليه من يكون هو بطل الدوري الايطالي. تلقى النهارده نادي الانتر صدمه كبيره بعد تفشي فيروس كورونا بين افراد جهازه الاداري. النهارده اعلن في بيان رسمي اصابه عدد من المدربين وعدد من الاداريين ومدير الكوره، ويمكن ده اللي خلى الاداره الفنيه بقياده طبعا كونتي انها تدخل كل الفريق في فقاعه طبيه. فقاعه طبيه من خلالها بيحمي لاعبته وبيحمي كل الاجهزه اذا كان جهاز فني او جهاز اداري، من ان هو كمان اصابه فيروس كورونا، كمان حفاظا على المستوى الرائع اللي يمكن اداه في خلال الاسابيع اللي فاتت. فمش عايز يخسر القمه، مش عايز يخسر بعض اللعيبه، مش عايز يخسر هذا المستوى الرائع، وبالتالي كل انتر ميلان دخل في فقاعه طبيه في السيريا. طيب نروح لسوق الانتقالات. سوق الانتقالات النهاردة اللي مازال هو الموضوع الأهم في أوروبا في الوقت الحالي، بالرغم من المباريات الكبيرة ودوري الأبطال، لكن دايما شائعات ومعلومات سوق الانتقالات ده بيشغل بال ناس كثيرة جدا. النهاردة كان في تصريحات مهمة جدا للبرازيلي ليوناردو المدير الفني الرياضي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتكلم فيها عن مستقبل نيمار. ليوناردو قال إيه بقى؟ قال إن المفاوضات الخاصة بتجديد عقد نيمار ماشية في طريقها زي ما هي، وطريقها السليم كمان بالرغم من إن العقود لسه ما تمش توقيعها لحد دلوقتي، لكن هيتم حسمها وبسرعة. ونفس الأمر ده طبعا بالنسبة لإخوان بيرنت وأنخيل دي ماريا أكيد، لكن يعني هي مسألة وقت أو مسألة ساعات، ويحسم فيها مسألة العقود الخاصة باللاعبين. بصي عملية الانتقالات في الموسم الجاي انتقالات قوية جدا جدا، يمكن اتكلمنا هنا في البيت الكبير واتكلمنا ان عملية الانتقالات بالنسبة للاعبين في 4-5 لعيبة على مستوى السوق العالمي او السوق الاوروبي، خاصة عندنا هالاند طبعا نجم دورتموند، عندنا امبابي طبعا نجم باريس سان جيرمان، عندنا ميسي الاسطوره الكبيره، عندنا كمان يعني عندنا كمان لاعبين على مستوى عالي جدا، محمد صلاح طبعا هو كمان انتقاله هل يستمر ليفربول او لا، عندنا كمان نيمار، 5 لعيبه التوب في الدوريات الاوروبيه. سوق الانتقالات يعني هيقولوا بلغه الكوره كده مولع، لكن التصريحات اللي قالها ديت يمكن كلامه عن امبابي كان طبعا امبابي من افضل اللعيبه على مستوى العالم، وقال انه من افضل 5 لعيبه في مستوى العالم، بيقدم مستويات اكتر من رائعه، بتاهله كمان انه يخوض تجربه جديده. ويمكن سمعنا في يمكن في في محطات كتيره جدا وسائل اعلام عالميه بتتكلم على المان سيتي، بتتكلم على ليفربول، بتتكلم على ريال مدريد، هو اكيد من اللعيبه المطلوبه بشكل كبير جدا. امبابي من اعتقد من يعني من لاعبين من افضل اللاعبين يمكن خلال السنين اللي جايه في سرعاته في تهديفه في امكانياته الفنيه والبدنيه. فعايز اقول ليوناردو قال ان امبابي لاعب يمكن بتزيد مهمته مع الفريق ومسؤولياته مع الفريق مع الوقت مع وجوده، لكن جه في عمليه هل هيقعد، هل في شيء عقود اتمضت او في قعد مع الايجنت بتاعه واتكلموا بشكل واضح، كان بيهرب شويه من الجزئيه ديت، ما كانش بيوضح بشكل رسمي هل موجود امبابي مع باريس سان جيرمان الفتره اللي جايه ولا لا. وده بيدل ان اعتقد ان امبابي كمان هينتقل لاحد الانديه الكبيره، المان سيتي يعني من يعني هو يمكن الاقرب، في ريال مدريد، وكل ده على مستوى الفلوس على مستوى ترانسفير. يعني امبابي اعتقد هو رقم واحد دلوقتي، يمكن وصل ل 135 185
مليون يورو، بتتكلمي بمبلغ كبير جدا، بتتكلم عن مستويات رائعه بيقدمها يعني. صحيح. بس الترانسفير السنه دي على مستوى اللعيبه الصغيرين، على مستوى اللعيبه الكبار زي ميسي، محمد صلاح مش صغير ومش كبير 28 سنه، لكن هالاند دورتموند لسه صغير عنده 20 سنه. يعني كلها يعني على صفيح ساخن زي ما بيقولوا. اكيد هتشتعل كمان الايام اللي جايه. أكيد. بالنسبه لمبابي طبعا المفاوضات كانت بتتم معاه من فتره طويله، مش لسه الكلام ده جديد، لسه المفاوضات والكلام غامض، وده يمكن بياكد انه يعني خلاص وارده وبقوه جدا ان انت تاخد خطوه جديده قريب بعيده عن باريس سان جيرمان. ده عن مبابي طبعا. صحيح صحيح. فقرتنا خلصت، هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل الأستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي، وأولى فقرتنا الحوارية هنا في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، أو فقرتنا الحوارية النهاردة مع الناقد المتميز الناقد الرياضي في جريدة الأهرام الأستاذ محمد القوصي. أستاذ محمد برحب بيك في البيت الكبير. أهلا بيك كابتن، دايما بتنورنا. ربنا يخليك كابتن، سعيد بالتواجد مع حضرتك، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي وجمهور الاهلي في كل مكان. منورنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. خلينا قبل ما نبدا في كره القدم نبدا يمكن البيان اللي اصدره النادي الاهلي لاتحاد كره اليد، بناء على يمكن مقترح او قرار صعب جدا تنفيذه، والنادي الاهلي دايما بيحافظ على حقوقه وبيحافظ كمان على حقوق الانديه بشكل كبير. شفت اولا القرار ازاي، وشفت كمان من رؤيتك يعني جواب او يعني القرار قرار النادي الاهلي في عدم المشاركه. هو يعني قرار اتحاد اليد الخاص باستكمال المسابقه الموسم الماضي بقوائم الموسم الماضي في الموسم الجديد اللي قطعنا منه تقريبا منتصفه، قرار مش صعب تنفيذه، ده مستحيل تنفيذه. يعني انت ازاي، انا كان عندي قائمه في الموسم القديم وعندي لعيبه، والموسم انتهى وبدات موسم جديد بقائمه جديده، ومش من عندي 7 لعيبه منهم 3 بره مصر. يعني هو ده حاجات غريبه جدا بتحصل. يعني الحقيقه لما تقول انك من حقك انك تستعين باللعيبه اللي كانت معاك الموسم الماضي اللي هي راحت فرق تانية وبتلعب لفرق تانية جوه مصر او بره مصر عشان يلعبوا معاك 3 مباريات في الدوري في الموسم اللي فات، هي حاجات بص ما مش ممكن تحصل في العالم. طب هو يعني الفكره، هو اللي خد القرار خده ازاي؟ يعني دايما لما الواحد بياخد قرار بناء على يعني على دلائل، بناء على عايز يرفع من قيمة اللعبة، عايز مصلحة الأندية، هو يعني بناء يعني على إيه؟ طبعا أنا من الاتحادات اللي أنا بعتز بيها في مصر اتحاد اليد. الحقيقة اتحاد ليه نشاطات كبيرة وليه نجاحات عظيمة على كل مستوياته، ومسابقاته دايما جميلة يعني. بس اللي حصل في النقطة دي تحديدا يعني في حاجات كده غير مظبوطة وحاجات غير مفهومة. صحيح. لو رجعنا لورا تقريبا أزمة كورونا بعد ما توقف النشاط تماما في مصر، وبعد كده النشاط ده رجع لنا تاني، وكان النادي الاهلي يرفع رايه عوده النشاط في كل المسابقات. صحيح. منها كره القدم، ورجع كره القدم ولعب، وثبت صحه موقف النادي الاهلي ان الدوري رجع والناس رجعت، الناس حتى اللي كانوا معرضين يعني اعترفوا بموقف النادي الاهلي السليم. اتحاد اليد كان من اول الاتحادات اللي جت واعلن، خد قرار عنتاري كده مع نفسه واعلن الغاء المسابقه وارغم على العوده فيه خلال 48 ساعه بعد عودة الدوري المصري. بعد عودة الدوري المصري، يعني هو خد قرار بالغاء بطولة اليد. ازاي بتلغي بطولة اليد وانت كان عندك بطولة كأس العالم من بعد 4 شهور؟ مظبوط. فطبعا يعني الدنيا قامت وسجت، وحتى الاتحاد الدولي ابدى غضب الموضوع، ازاي انت مش عارف تنظم بطولة وهتطالما تنزل عندك كأس عالم. صحيح. طبعا والدولة المصرية تدخلت، ما انا مرجع كرة القدم، ازاي مش هترجع لي دوري اليد؟ واصلا دوري اليد كان بقى فيه 3-4 ماتشات، الدنيا شبه خلصانة، كان يقدر يلعبهم في جولتين 3 وخلصت القصة. لكن هو خد هذا القرار عن تاري ورجع فيه وتراجع فيه بشكل كبير جدا، وده تاكيد لموقف النادي الاهلي. كان النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي رافض الغاء موسم دوري اليد، والاهلي طالب باستكمال الموسم، لكن هم اصروا ان ما يستكملوش، وقالوا ان احنا طب خلاص دوري اليد هنلعب الموسم القديم، بس هنبدا الموسم الجديد الاول. بمنطق غريب جدا يعني. خلاص طيب يا عم هتلعب الموسم الجديد في اي وقت تقرر فيه استكمال الموسم القديم يبقى بالقائمة الجديدة، زي ما بيحصل في دوري كرة القدم. يعني لو جينا نلعب ماتش السوبر اللي هو بتاع السنة اللي فاتت، هنجيب قائمة الأهلي الموسم اللي فات نلعب بيها، ولا نلعب بالقائمة اللي موجودة دلوقتي؟ لا صحيح، شيء غريب جدا. بالقائمة اللي موجودة دلوقتي غريب جدا. صحيح. يعني ده احنا حتى الدوري في الميركاتو الشتوي لعيبة بتتنقل هنا ولاعيبة بتروح هنا، الدنيا بتتشقلب في بعضيها، فلازم بتلعب بالقائمة المتسجلة عندك حاليا. ففوجئنا باتحاد اليد بيقرر لعب الموسم القديم بالقائمة القديمة، طبعا كلام غير منطقي
وكلام غير واضح وكلام ملوش اي مبرر وكلام ما اعتقدش ان اي حد في العالم هيقبله. يعني الاهلي لو لجأ للاتحاد الدولي موقفه صريح، الاهلي لو لجأ للاتحاد الافريقي موقف، اي جهه هيلجا ليها النادي الاهلي، على المستوى القانوني تقصد طبعا، على مستوى اللوائح والقوانين، على مستوى اللوائح والقوانين اي جهه هيلجا ليها النادي الاهلي يحتفظ بحقه في هذا الامر. فعشان كده النادي الاهلي طلع يرفض هذا القرار، ان هو مش يقدر يستكمل الموسم بالشكل ده. عايز تلعب الموسم القديم خلاص العبه بالقوائم الجديده اللي عندي لعيبتي دلوقتي. صحيح. انا اجيب عندي في ثلاث لعيبه في النادي الاهلي، عمر حجاج في كلباء الاماراتي كان مقيد في قائمه الاهلي السنه اللي فاتت، محمود فايز في الشرق الاماراتي مش موجود اجيبه ازاي، احمد خير في رومانيا ولاعب ثاني معارف في بولندا، وثلاث اربع لعيبه في انديه ثانيه. حتى اللعيبه اللي في الانديه الثانيه دي هتكون بتلعب في لعيبه وبتستعد للماتشات في الدوري اللي احنا بنلعبه حاليا. ازاي انا اديك ثلاث اربع لعيبه؟ ازاي اصلا هتبعت للعيب تقول له تعالى؟ وازاي هتخاطب النادي اللي هو بيلعب فيه يعني؟ وازاي هتحاسبه؟ وانا ليه اديك لعيبه؟ ادي النادي الاهلي لعيبه يروح يلعب بيها ماتش الزمالك، ماتشات تقيله جدا، وماتشات الزمالك وسبورتنج الاربع ثلاث اربع ماتشات او الماتشين دول، وممكن توصل لماتش فاصل كمان. طب وانا يعني لعيبتي تتفرم ليه معاك وتتعب ليه معاك؟ وممكن واحد يجيني مصاب، مين اللي هيعالجه؟ هيعالجه النادي الاهلي ولا يعالجه اتحاد اليد ولا يرجع النادي القديم يتعالج معاه؟ طبعا نوع من اللخبطه الغير منطقيه والغير مفهومه عملها اتحاد اليد. اذا موقف النادي الاهلي قانونا سليم. النادي الاهلي طبعا لما بياخد قرار لازم بيفكر فيه وبيدرسه بمنتهى الدقه، ما بيطلعش الاهلي بيان الا لما بيدرس كل جوانب القضيه. شايف ان النادي الاهلي ان هذا القرار يعني غير شرعي، اذا اردت ان تلعب الموسم الجديد فالعبه بالقوائم الجديده، اما اللعب بالقوائم الموسم القديمه مش هينفع طبعا. طيب لو اتحاد اليد يعني غض الطرف او اصر مثلا على موقف واصر على هذا الموضوع، طبعا الاهلي مش هيسكت، هيلجا للجهات التصعيد في هذا الامر حفاظا على حقه. الاهلي اكد في نهايه بيانه ان سيتخذ كل الاجراءات القانونيه للحفاظ على حقه ووضعيته، ان هو يلعب طبق القوائم، لان النظام ده مش معمول في اي اتحاد في العالم. حتى اعتقد ان اتحاد اليد استشار لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي ورفضت هذا الكلام، وهناك اصرار على تطبيقه. اعتقد ان يعني ربما يكون لهوى او لغرض معين الله اعلم، مع كل التقدير المسؤول في اتحاد كره اليد، لكن هذا الكلام غير منطقي وغير مفهوم. اذا اردت ان تلعب ما تبقى من مباريات في الموسم الماضي فعليك ان تلعبه بالقوائم الموجوده حاليا في الانديه، يعني احتراما للمنطق واحتراما لعقولنا. يعني ما ينفعش طبعا ان حضرتك تعمل كده يعني. صحيح صحيح. ودايما زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي لما بيطلع قرار او بيبعت بيان بيكون درسه على المستوى، على مستوى مصلحه النادي، على مستوى الفني، وكمان على مستوى اللوائح والقوانين. وعمليه التصعيد بتيجي بروفيشن، بتيجي خطوه خطوه. هو ارسل لاتحاد كره اليد هذا البيان، يعني بيقول له لو طبعا الجزء الثاني لو اصر اتحاد كره اليد هيبقى في تصعيد على مستوى على المستوى الدولي، واللوائح والقوانين بتضمن حق النادي الاهلي. واعتقد مش بس النادي الاهلي هو اللي يعني، اي نادي تاني من المستحيل يطبق هذا البند، يعني مش ممكن. ازاي طبعا يا جماعه؟ يعني انا ازاي كان عندي سبع لعيبه مشوا وجبت سبع لعيبه جداد وبلعب بيهم بقالي شهور، طب هجيب اللي مشي ازاي ويلعب ازاي؟ يعني كلام غير مفهوم. بالمناسبه الاتحاد الدولي اليد بيصدر يعني بيعلن الحكم الرسمي بايقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد لمده سنه كامله، ومطلع حيثيات الحكم والقانون وكل الامور اللي طبعا اللي سمعنا عليها في الايام الاخيره. يعني القرار وصل رسميا واعلن رسميا بايقاف رئيس الاتحاد المصري لكره اليد بمبررات خرق الفقاعه. طبعا المباراه اللي قالها الاتحاد اليد، انا بتكلم على القرار اللي طلع رسميا من الاتحاد الدولي لليد، الاتحاد الدولي لكره اليد. طيب نروح من كره اليد لفرقتنا، فريق النادي الاهلي. ويمكن في الانترو قدمنا الجدول او الاجنده بتاعت النادي الاهلي على المستوى المحلي، على المستوى القاري، على مستوى كاس مصر، على مستوى السوبر الافريقي، يمكن لسه ما تحددش ميعاده للسوبر المصري. مباريات متلاحقه جدا، ويمكن في مباريات تفصل بيفصلهم عن بعض يمكن 48 ساعه كمان، مش 3 ايام. شايف ده ازاي؟ وازاي احنا كمان كنادي اهلي مطلوب مننا البطولات ديت، ومطلوب مننا ان احنا دايما نكون نمره واحد، يتعامل مع هذا الجدول المكثف يعني؟ تمام. يعني ده طبعا ده قدر نادي الاهلي او فريق كبير بحجم نادي الاهلي بيلعب في كل البطولات، عم بتلعب في الدوري وفي الكاس، وبتزيد اللي هو دور الابطال الافريقي اللي طبعا بيشاركك فيه الزمالك وفي بيراميدز في الكونفدراليه يعني. فطبعا جدول مضغوط ما باليد حيله يعني، عشان تقدر تنجز هذا الجدول وتقدر تنهي هذا الموسم الصعب الشاق اللي برضه هيستمر وقت طويل جدا يعني. بس لكن مهم جدا انك انت تكون جاهز للامور دي،
مهم جدا انك تكون جاهز للمباريات دي. وده يفسر او يبرر طبعا ان يكون عندك عدد كبير جدا جاهز من اللاعبين، ان يكون عندك دكه كبيره جدا، ان يكون عندك لعيبه في اكتر من مركز، بحيث لما لاعب منك يقع تلاقي البديل. شفنا وقع من الاهلي اكتر من مركز، يعني شفنا علي معلول واحد من الاعمده المهمه جدا في النادي الاهلي تعرض لاصابه، ظهر محمود وحيد وادى بشكل جيد، شفنا حسين شحات مش موجود، شفنا ناصر ماهر ناصر، شفنا عدد كبير جدا من صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، فوارد جدا ان يقع منك عدد كبير جدا من اللعيبه، وبالتالي لابد ان نكون جاهز. وانا شايف ان احسن اتحاد الكره لما خلى القائمه 35 لاعب، لان عارف انك انت داخل على موسم شاق وهتعرض فيه لضغوطات كبيره جدا، وده هيسبب في اصابات كتيره جدا لعدد من اللعيبه، فده هيصب في مصلحه النادي الاهلي زي ما هيصب في مصلحه كل الانديه. يعني اتمنى النادي الاهلي طبعا يتجاوز المرحله دي، لان فعلا المرحله اللي جايه دي في شهر مارس شهر ابريل مرحله صعبه جدا جدا جدا، ان شاء الله يقدر يتخطاها. وياما الاهلي مر بحاجات زي كده، لسه ياما الاهلي لسه عنده كمان مباريات مؤجله في الدوري، يعني برضو مشاركه الاهلي في كاس، يعني الاهلي يعتبر شارك في اربع مباريات في هذا الموسم، يعني منهم الدوري طبعا، وعندك الكاس، وعندك دوري الابطال، وعندك كاس العالم الانديه. كل ده عمل ضغوطات كبيره على النادي الاهلي، ان شاء الله اعتقد نقدر نتجاوز هذه المرحله، نقدر نتجاوز المباريات دي بشغل فني وبدني يعملوا الجهاز الفني. ده طبيعه الانديه الكبيره، والنادي الاهلي من الانديه العالميه دلوقتي، الانديه العالميه الكبيره اللي اكيد لو كلمنا عن المان سيتي بيمر برضو يمكن مباريات بتوصل ل 50 و60 مباراه في الموسم الواحد نتيجه توالي او اشتراكه في مسابقات كتيره جدا، فده طبيعي وده يعني قدر النادي الاهلي. ناخد بس منه نطلع شويه، ان على مقارنه حتى بالفرق الاوروبيه بيكون عندها متنفس شويه. امتى يكون يعني يكون عندنا اجنده مكثفه، لكن يكون عندنا كمان فترات راحه؟ تلاحم المواسم دي يا استاذ محمد، من السنه اللي فاتت خلاص دخلنا في سنه جديده، في ممكن جدا السيزون الجاي ما يكونش في فترات اعداد ويكون في تلاحم. امتى يكون عندنا اجنده يمكن لطويله الاجل ويبقى فيه متنفس حتى حتى للجهاز الفني، للعيبه، للاداره، انها ترتب اوراقها؟ لان الموضوع هيفضل ماشي كده، الامور مش هتبقى تمام. ما نتكلمش عن النادي الاهلي، بنتكلم على جميع بشكل عام. يعني واحنا كابتن بشكل عام يعني ما عندناش نظام ثابت في المسابقات بتاعتنا، يعني احنا دايما القادم لنا بيبقى مجهول، احنا ماشيين يعني ايه خمس اسابيع، يعني اللي نزل لنا ده سبع اسابيع، الكلام ده مش موجود في الدنيا كلها، يعني المفروض انت بتشتغل. لكن احنا في الظروف العاديه بيبقى عندنا نوع من الارتباك في الجدول، نوع من الارتباك في المسابقه. يا بالك هذا الموسم، يعني هنستثني الموسم ده والموسم اللي فات والموسم ده، لان احنا مرينا بظروف كورونا، فدي اثرت فعملت نوع من تلاحم المواسم. لكن هل معنى كده المواسم ده من ايام ما كنت بلعب يعني ما انا بقول لك، يعني هل معنى كده ان احنا عندنا تلاحم مواسم بسبب كورونا؟ قبل كده ما كانش عندنا تلاحم مواسم، لكن عندنا تلاحم مواسم برضه، وكان عندنا ارتباك في المباريات، وكان عندنا تاجيل مباريات، وكان عندنا يعني عدم انتظام في المسابقه. المطلوب ان يكون عندنا لجنه مسابقات بروفيشنال، يعني تحط جدول للدوري بشكل كامل قبل الموسم ما يبدا، نبقى عارفين هيبدا امتى وينتهي امتى، وعندهم الخريطه كلها موجوده. يعني السنه دي كان معروف ان النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه في حاله تاهله، معروف ان هيلعب في دوري الابطال، والزمالك في دوري الابطال، وكذلك بيراميدز في الكونفدراليه، وكان معاهم المقاولين. الحاجات دي كلها معلومه، ومعروف كمان الارتباطات اللي ورا المنتخب الوطني والمنتخبات اللي الاجندات الدوليه كلها موجوده، ومعروف عندك دوره الالعاب الاولمبيه، كل حاجه معروفه عندك. فليه ما يبقاش عندك نظام للمسابقات والدنيا تبقى واضحه محدده؟ اعتقد ان لو عندنا استقرار في المؤسسه اللي بتدير الكره في مصر اللي هي اتحاد الكره، اعتقد ان دي تقدر تعمل نظام واضح ومحدد. الحقيقه كابتن هاني، انا لما مسك المهندس انا بريده كنت متفائل ان ده هيحصل عندنا في مصر بشكل كبير جدا في السنوات الاربعه اللي عدت، يعني على اعتبار ان هو يعني الراجل ليه خبرات قاريه وخبرات دوليه كتيره جدا، ويستطيع بخبراته ان يعمل نوع من الضبط والربط في المسابقه المحليه، لان لن تحقق اي نجاح على المستوى الدولي ما لم تكن عندك مسابقه محليه منتظمه، ما لم تكن عندك مسابقه محليه قويه. يعني مش هيكون عندك فرق في دوري الابطال ولا الكونفدراليه قويه ما لم يكن عندك دوري ممتاز مصري قوي، مش هيكون عندك منتخبات قويه بدايه من منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ما لم يكن عندك دوريات قويه، اللعبه بتلعب بانتظام والدنيا واضحه والدنيا محدده والمدربين عارفين راسهم من رجليهم. وبمناسبه المدربين كمان، يعني يمكن الكابتن حسام البدري ويمكن كابتن محمد بركات طلع وقال لغايه دلوقتي الكابتن حسام البدري ما اعلنش
او ما استقرش على القائمه النهائيه اللي طبعا لمعسكر انت حضرتك عارف في مارس الجاي عندنا كينيا وعندنا جزر القمر 25 فده ربط ما بين الكلام لان انت لو عندك هذه المسابقات بشكل انت شايفين طبعا الجهاز الفني بيتابع المباريات بشكل متواصل من الملعب لكن كمان استقرار المسابقه واستقرار الانديه واستقرار المباريات وده بيساعد اكيد الجهاز الفني للمنتخب انه كمان يحدد بشكل كويس بيتابع بشكل منتظم فيحدد قائمته قبلها بوقت معين عشان ياخد فتره كمان يعني يستعد فيها بشكل كويس اللي عندنا بطوله افريقيا استعداداتنا ليها وكمان لسه في تصفيات كاس عالم ده صحيح ده يعني عامل نوع من الضغوطات على كابتن حسام البدر ان هو مش عارف يشتغل بشكل واضح وبشكل محدد يعني تواريخ يعني التواريخ مش محدده يعني هو يعني شاف 7 جولات اتحددت يبدا يفكر طب انا الفراغ بتاعي اللي انا هشتغل فيه فين بالظبط كذلك المدربين فالصوره بتبقى غير واضحه يعني فالراجل يعني كان الله في عونه كمان يعني مش قادر برضه يطلع لعيبه جديده لان اللعيبه الدنيا مش منتظمه بشكل كبير مع ان الدوري السنه دي الحقيقه دوري قوي يعني لكن دوري قوي بشكل عام لكن انت علشان هي كلها منظومه في بعضيها يعني اذا انضبطت المنظومه في مجموعه التروس كلها هتلاقيها بتلف مع بعضيها في الاتجاهات اللي تحقق المصلحه العامه للانديه بشكل خاص وللكره المصريه بشكل عام وانا بتفق معاك تماما لان كمان تفتكر ان الكابتن حسام البدري نتيجه عدم انتظام جدول المسابقه استغنى عن معسكر اكتوبر تفتكر قال لك هستغنى عن معسكر اكتوبر علشان اللعيبه تلعب مباريات وابدا اشوف اللعيبه لكن انتظام المسابقه اعتقد من اولويات يعني ومن الطبيعي بنتكلم في حاجه لوجيك احنا في 2021 ودوري مصري يعني البادجت بتاعه بيوصل لمليار ومليار وشويه انك انتظام المسابقه ده شيء لوجيك لازم يكون موجود يعني بشكل ده طبيعي يعني حتى كابتن حسام ما قدرش في اليوم بتاع الفيفا اللي بتلعب العالم كله فيه مباريات ما عرفش تلعب مباريات بالظبط وده المفروض ما يبقاش موجود انت المفروض بتلعب مع الكره العالميه وبتسير مع المنظومه العالميه فما ينفعش اللي بيحصل دون فاحنا بنناشد الاتحاد الكوره ونتمنى ان المناشد توصل ان يكون في انتظام هناك ويكون في ثبات والواحد انا بتفائل يعني دايما يكون عندنا امل متفائلين لازم نتفائل يعني مش هنتشائم يعني دايما بنتفائل ان احنا نوصل للافضل ودايما نسعى ان احنا نوصل للافضل ان احنا يعني احنا مش اقل من الدول الكبرى والعظمى اللي فيها دوريات على الاقل نبقى منتظمين مش هقول لك نبقى في مستواهم كرويا دلوقتي صحيح. لكن على الاقل يبقى مستوياتنا منتظمه الانتظام ده كمان هيزودك فنيا كمان بالظبط ما هو انا علشان يكون عندي كره كويسه لازم يكون عندي دوري كويس دوري صحيح. منتظم دوري واضح دوري محدد عشان المدربين تعرف تشتغل اللعيبه تبقى كويسه مش لعيبه تبقى في فترات راحه وبعد كده في ضغط كتير جدا في اللعب فالدنيا تبقاش مظبوطه مع الناس فيبقى في نوع من الارتباك عند اللعيبه وعند المدربين وعند مدربين المنتخبات برضو صحيح. اللي هو مدرب المنتخب اللي نفسه يختار لعيبه جديده بس مش قادر يستقر على مستوى لاعب لان ده مش هيخلي لك مش هيبين لك مستويات ثابته للاعبين ففي لاعب ضغط المباريات ده ممكن ما يبينش ممكن لاعب يصاب وهو لاعب كويس ما تعرفش تاخده ففي حاجات كتيره جدا مرتبطه بالمنظومه وانتظامها اتمنى لو وصلنا للمرحله دي ان شاء الله باذن الله ناخد من عوده يعني النادي الاهلي لمسابقه الدوري و مباراة طلاع الجيش إن شاء الله يوم الحد اللي جاي لكن هاخد قبلها رؤيتك برضو أو رأيك في مباراة سيمبا التنزاني تمام هي مباراة من ست من في دور المجموعات وليست مباراة البطولة يعني الأهلي خسر جولة أو خسر مباراة وما زال لسه قدامه جولات تانية في البطولة 4 جولات فدايما الأهلي ما بيشتغل ما بيحاسبش بالقطعة ما بيحاسبش بالمباراة بيحاسب بالنتيجة النهائية المحصلة النهائية فلما ينتهي دور ال 16 كده والاهلي يتاهل للدور ربع النهائي خلاص تبقى الامور واضحه وتبقى الامور حددة يبقى الاهلي حقق الهدف هدف الاهلي ايه دلوقتي من دور المجموعات ان يتاهل لدور الربع النهائي فالاهلي ماشي في هذا الطريق ولسه فرصته كبيره جدا وكبيره جدا ومن اكبر الفرق اللي موجوده انا ضد فكره ان احنا نهيل التراب على المدير الفني وعلى انجازات الفريق بمجرد انك يبقى عندك اخفاق في مباراه معينه زي ما احنا عارفين ان ممكن في يوم معين يبقى فيه لاعب مش يومه او عدد كبير جدا مش يومهم ممكن يكون الحكم مش يومه وارد جدا والطبيعي ان المدرب برده ممكن ما يبقاش في يومه في اخطاء حصلت وفي ورده وفي اخ ممكن ما يكونش موفق في بعض التغييرات ممكن ما يكونش موفق في بعض التشكيل فيحصل نوع من الاهتزاز الفني والتكتيك اللي موجود في الفريق فتتعرض لخساره ممكن يكون تقديري للفريق اللي قدامي في المباراه دي تحديدا ما كانش على المستوى المطلوب فبضطر اتعرض لحاجه زي كده يعني صحيح فموسيماني الذي حقق حتى هذه المباراه لم يخطر في اي مباراه باستثناء مباراه البايرن ودي اي حد في العالم بيخسر قدامه يمكن لو شفت جوارديولا بيقول لك تصريحا انا لما بشوف البايرن ما بفكرش ان انا اخد البطوله ما بفكرش في دوري الابطال خلاص في فرقه عظيمه هتاخدها يعني
فهو خسر قدام البايرن، فلغايه المباراه دي ما كانش خسر المباراه، محقق كل الاهداف، محقق كل النتائج، واخد مفنش الدوري بشكل كويس، مخلص لك دوري الابطال، واخد كاس مصر، راح كاس العالم للانديه، واخد برونزيه العالم، فالراجل عامل انجازات عظيمه. انا معاك في كل اللي بتقوله. فضد ان احنا نيجي يعني انا اسف في اللفظ اللي اقوله دلوقتي، ان احنا نحول موسيماني من مدرب ناجح عامل انجازات كبيره الى مدرب فاشل وما ينفعش ولازم نفكر في تغييره، والكلام ده كلام غريب الحقيقه عن النادي الاهلي. بص يعني. انا بتفق معاك في كل اللي حضرتك قلته، لكن برضه يا استاذ محمد خلينا نتكلم بكل امانه، احنا مش هنحط برضه راسنا في التراب، ودايما بنتكلم بعقلانيه ونتكلم الصح كان ايه. ادينا مباراه سيئه على المستوى الفني، ادينا مباراه سيئه، تمام. ادينا مباراه سيئه على مستوى التشكيل، على مستوى التغييرات، نعترف بده تماما ان كان في عدم رؤيه جيده من الجهاز الفني، عدم توفيق من اللعيبه، اللعيبه ما كانتش بتعمل الواجب بشكل مميز، فدوت ده لازم نتكلم فيه. ودايما بقول لو ما اتكلمناش فيه يبقى احنا غلطانين في حق الجماهير. لا تمام يا كابتن، لكن النقطه اللي بتتكلم عليها ان كل ده نتكلم عليه، أنا وعندنا اخطاء وشكلنا كان وحش و لكن في نفس الوقت مش دوت اللي هيعطل مسيره الفرقه بالزبط. ومش ده النقطة اللي هتقدر تقول فيه لا ده احنا نهد المعبد يعني. بالظبط. انا لما بتكلم يعني. في الجزئيه دي انا ببص للصوره الكامله، ببص للمشهد كله من بره. انت ماشي كويس جدا، انت عثرت في مباراه زي ما تقول اخطاء مدير فني، لاعبين، كل ده معترفين بيه، واحده من اسوء المباريات للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، مباراه سيئه جدا للاهلي امام سيمبا، والحقيقه انا حزين ان احنا نخسر من فريق سيمبا التنزاني ايا كانت الفوارق الفنيه بين الاهلي وبين هذا الفريق كبيره جدا. النادي الاهلي ما يدافعش قدام الفرقه بهذا المستوى، الظروف اللي كانت موجوده لكن مش شماعه كل برضو. الظروف ما فيش الكلام ده يعني، لكن ده الكلام. لكن انا اللي لاحظته ان في ناس كتير جدا فاتحه النار على موسيماني بشكل غير طبيعي. مش ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش مدرب اخفق في مباراه، وحضرتك عشت هذا الكلام طبعاً. ومريت بيه أكيد. يعني انا بعمل 10 مباريات كويسين واخفق مباراه اتحول لمدرب فاشل، طب ما انا كنت ناجح ازاي في المباريات اللي عدت يعني. دي الفكره انا بتكلم فيها. لكن لو جبنا لو خدنا الجزئيه دي قطعنا مباراه سيمبا التنزاني واتكلمنا عنها، لا ده الاهلي ولا ده المدير الفني ولا ده مسؤول هو ده كل الكلام ده بنتكلم في عمليه النقد. لا لا ده نقد ده يعني النقد البناء ده برضه عشان الساده المشاهدين يفهموا، النقد البناء مش معناه ان احنا لما في يكون مباراه وحشه ان احنا لا بلغه السوشيال ميديا نطبل، لا ده مش ده النقد البناء. النقد البناء انك لما بتقيم مدرب انك النهارده موسيماني في بعض كمان المباريات اللي قبل كده كان في اخطاء فنيه بتحصل، يمكن النتيجه كانت بتغطي شويه، لكن في اخطاء ومن حقك انك تقول رايك ومن حقك انك تنتقد لانك بتحب النادي وبتحب الكيان، لكن تحت حبك للكيان ده ما تهدش يعني. ممكن تقول في اخطاء يا جماعه خلي بالكم، لازم يتشد ولازم نقعد معاه ولازم نتكلم معاه لان ده النادي الاهلي وما ينفعش نظهر كده، ده حلو قوي تماما. لكن اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده مدرب ما عندوش فكره، ده لازم يمشي. هو ده اللي بيتكلم عليه ده، ده النقد بقى الهدام مش البناء. ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، ويمكن اكبر دليل على الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي هو اجتماع كابتن محمود الخطيب مظبوط النهارده مع الجهاز الفني ومع اللعيبه ومع لجنه التخطيط. يعني النهارده ما كانش في تمرير الفرقه، فريق السيرجع كل ان كابتن خطيب بيجيب الفرقه على العشاء ويقعد معاهم ويتكلم مع ده، اجتماع مغلق مع بيتسو موسيماني واجتماع مع اللعيبه وكلام عن اللوائح وعن مرحله جايه وعن عقاب وعن ثواب وعن ده دليل ان في حاجه طبعا، فلا بد من وقف. الاداره تحركت بسرعه في هذا الاتجاه، والرساله بتوصل للمدير الفني، والرساله بتوصل اكيد طبعا. مؤكد الرساله بتوصل للمدير الفني يعني، ومؤكد المدير الفني هيراجع حساباته ويخش في هذا الموضوع يعني، دي الفكره. مش وكمان دور الكابتن محمود الخطيب كمان في الادوار والتوقيتات الصح بيخش فيها كرئيس للنادي، وزي ما بقول دايما التون الصوت بيختلف يعني. كان في نوع من انواع لوم الاب لاولاده يعني على الاداء وعلى النتيجه، وكان في رساله وصلت لموسيماني بشكل كبير، ده على كابتن محمود الخطيب دايما مع فرقته، ونفتكر السنه اللي فاتت مع وقفته مع الفرقه في الوداد و و و لكن كمان كابتن محمود الخطيب كمان على الجانب الانساني ما بينساش رموز النادي الاهلي، زيارته لاسره الكابتن الراحل الكابتن ثابت البطل، ده كمان بيدل ان كابتن محمود الخطيب بالرغم من انشغالاته في حاجات كتيره جدا، لكن الصوره اللي يمكن حضراتكم شايفينها ان زياره الكابتن محمود الخطيب لاسره طبعا الصوره الراحل الكابتن ثابت البطل قد ايه بتنم على اولا روح النادي الاهلي، وبتنم كمان على شخصيه الكابتن محمود الخطيب كرئيس لمؤسسه كبيره جدا. ما بننساش ابطالنا، ما بننساش ولادنا اللي خدمونا، وما بننساش الرموز اللي يمكن حفرت اسمائها في تاريخ النادي الاهلي. يا استاذ محمد ده مهم طبعا جدا. لا طبعا الحقيقه يعني لقطه مهمه للكابتن محمود الخطيب، ودايما هو
يعني بيحرص على هذه الواجبات مع نجوم النادي الاهلي، ان الرجل الذي اعطى للنادي الاهلي لا يمكن ان ننساه مهما بعد عننا. عليه رحمه الله طبعا كابتن ثابت البطل من رموز النادي الاهلي، يعني اعتبر يعني 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 قضى لحظاته الاخيره في الملعب وهو بيخدم النادي الاهلي في عز ازمته، والمشهد اللي شفناه بالبطانيه وهو قاعد تعبان وبيعاني، ورغم ذلك يعني مصر ان هو يقدم حتى لو هيقدم روحه فداء للنادي الاهلي، فهو مستمر. فلازم يكون يعني الجزاء يعني يعني من جنس العمل من صحيح. هو كان وافي للنادي الاهلي فلازم النادي الاهلي يكون وافي بالنسبه له. والخطيب لما بيقدم اللقطه دي مش بيقدمها كمحمود الخطيب، بيقدمها كنادي اهلي طبعا. النادي الاهلي كله يا كابتن ثابت ما بينساكش، النادي الاهلي بيتذكرك في ذكرى رحيله عليه رحمه الله يعني، وطبعا كل التقدير لاسرته الكبيره هي. واعتقد ان دي يعني برضو تهون على اسرته بشكل كبير جدا، وتاكد ان النادي الاهلي دايما بيقدر رموزه وبيقدر ابنائه وبيقف مع ما فيش شك. طب نروح مع حضرتك لملف الدوري المصري ونبدا بمباراه ان شاء الله، مباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش. شايف المباريات عامه، مباريات النادي الاهلي بتبقى ازاي بعد التعثر في نتيجه او التعثر في اداء؟ شايف ممكن تكون مباراة طلائع الجيش مش هقول مصالحة للجماهير، ولكن عودة للانتصارات بشكل أداء وبشكل نتيجة كبيرة؟ ده طبعا. بص يا كابتن، طبعا يعني دايما الأهلي لما بيتعرض لبعض الكبوات بتكون المباراة الأخيرة بالنسبة له ما فيهاش تهريج، مباراة مهمة جدا، مباراة حاسمة ولا تقبل أي تهاون بأي شكل أشكال، لأن مؤكد منه أنها تشوف حماس كبير جدا، هتشوف أداء قوي جدا، هتشوف إصرار على الفوز، هتشوف لعب على مدار التسعين دقيقة، هتشوف شكل مختلف للنادي الأهلي، والأهلي معود الناس ومعود جمهوره على هذا الأداء طول الوقت. دايما لما بيكون في تعثر بتكون المباراة القادمة يعني، حتى ان الفريق المنافس بيبقى يعني بيقول انا حظي وحش ان جاي للاهلي بعد هذه المباراه يعني. طبعا الفريق الثاني فريق طلائع الجيش بيمر بظروف صعبه طبعا في الدوري، لكنه من الفرق القويه والفرق المميزه، لا سيما بعد تغيير الاداره الفنيه وتولي الكابتن عبد الحميد بسيوني خلفا للكابتن طارق العاشر المهمه الفنيه، والاثنين من المدربين المميزين، لكن احيانا في ظروف بتعاكس مع البتاع. نجح الكابتن عبد الحميد بسيوني في انتشال الفريق من المعنويات السيئه اللي كان بيمر منها والهزائم والبتاع، وحسن النتائج بعض الشيء وقدر يظبط اداء الفريق فنيا وتكتيكيا. اعتقد المباراه لن تكون سهله على النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. كان تفتكر مباراه الكاس كمان، مباراه نهائي كاس مصر يعني، عمل مباراه عظيمه اللي وصلت للحظات الاخيره يعني. فالفريق فيه مجموعه من اللعيبه المميزين يعني، اعتقد ان مباراه مهمه جدا، لكن الاهم من الاهلي ان بعض الغيابات هترجع له، زي طاهر محمد طاهر اعتقد ده هيبدا في التمرينات مع الفريق من بكره، زي صلاح محسن، زي حسين الشحات هيكون موجود مع الفرقه اللي غاب عنه طبعا للايقاف الافريقي، وخلاص الماتشين بتوع افريقيا انتهوا بالنسبه له. ده مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا علي معلول لسه عنده ربما يكون قدامه اسبوع، لسه برضو وليد سليمان، بشرى برضو، ناصر ماهر هيبدا يرجع خلال الايام القليله القادمه، وكريم ندفد في التاهيل برضو. دي كلها دي لعيبه من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي. اتوقع ان الاهلي طبعا يعمل مباراه قويه جدا، لان النادي الاهلي برضو الدوري بالنسبه له مهم جدا، محتاج النادي الاهلي يكسب كل مبارياته القادمه في الدوري عشان يرجع للمقدمه، لا سيما بعد ما ينهي كل المؤجلات بتاعته ان شاء الله. صحيح، ده مهم جدا ان شاء الله، بدايه مشوار الدوري، واكيد بعد العوده من كاس العالم للانديه نبدا ان شاء الله بفوز على فريق يعني بنحترمه ونقول عنده فريق كويس، لكن كمان احنا النادي الاهلي مقدرين على الفوز من المباراه ان شاء الله. طيب رؤيه حضرتك لنتائج الدوري يعني، في لغايه دلوقتي نتائج الدوري، خاصه في بعض النتائج النهارده، يفوز الاتحاد بصعوبه كبيره جدا على وادي دجله، مباراه دراماتيكيه يعني شايف لغايه دلوقتي الدوري المصري ازاي من النواحي الفنيه، وبعض الفرق اللي بتظهر بشكل اكتر من رائع، وبعض الفرق اللي مستواها للاسف كان متوقع انها تكون افضل من كده، النهارده حتى بيراميدز اتعادل 1-1 مع البونة يعني. الرؤيه شملتك ايه؟ الدوري لغايه دلوقتي، ما دام الدوري ما ظهرتلوش ملامح لغايه دلوقتي يعني، المنطقه الوسط ما ظهرتش، منطقه القاع ما ظهرتش، حتى منطقه القمه لم تظهر حتى الان. ده دليل على ان الدوري فيه صراع قوي، فيه منافسه قويه، فيه نتائج قويه، فيه اصرار كبير من كل الفرق على تحقيق نتائج طيبه. بنشوف فيه مفاجآت يعني من الفرق الجميله والمميزه، فرقه سيراميكا، فرقه بتقدم كره كويسه وبتلعب كره جميله يعني، حتى بتجبرك انك تقعد تتفرج عليها الحقيقه يعني، بيلعبوا كره مميزه مع مدربهم هيثم شعبان.
الفرق الشعبيه الحقيقه زي ماشيه لحد كبير بسنان الاسماعيلي بشكل جيد. اسوان بدا يستعيد انتصارات ويلعب ويحقق نتائج ايجابيه كويسه وماشي بشكل كويس. الاتحاد بعد ما خسر الماتش الاخير النهارده بيعمل فوز يعني درامي على الاتحاد في الدقيقه 89 بينجح رزاق السيب يسجل هدف بيجيب ثلاث نقاط غاليه جدا. واعتقد الاتحاد لو ما كانش كسب النهارده كان هيبقى في مأزق وربما جهازه الفني برده كان هيبقى في مأزق يعني الحقيقه يعني. فالفوز ده يعني انقذه بشكل كبير جدا وحسن من وضعه وان كان وضع دجله اللي هو من الفرق اللي بتلعب كره حلوه في الدوري لكن نتيجة مش على مستوى دجله دلوقتي في المركز 18 عنده يعني سبع نقط من 13 مع انه بيعمل ماتشات حلوه جدا يعني النهارده عامل ماتش حلو الحقيقه عامل ماتش حلو وبيلعب وضاع منه اكتر من فرصه كان ممكن فرص تكسبه المباراه يعني. فحتى الفرق اللي بتخطر بتقدم مباريات كبيره جدا. القمه ما زالت يعني طبعا هي بين الاهلي وبين الزمالك لكن لسه الامور ما اتحسمتش لحد بشكل كبير جدا. المفاجاه اكبر مفاجاه طبعا هو فريق بيراميدز الفريق اللي اتصرف عليه فلوس كتيره جدا الفريق اللي استعان بعدد كبير جدا من العناصر من معظم الانديه خد كون ما يشبه منتخب لكن في النهايه ما قدرش لغايه دلوقتي يحقق المطلوب 19 نقطه في المركز السابع السابع الجونة المركز السابع ولا التاسع لا عندنا في المركز السابع بيراميدز عندك الجونة 20 نقطة بيتفوق عليه صحيح. يعني الجونة افضل منه سيراميكا افضل منه المصري افضل منه يعني ما شاء الله يعني في فرق قدمت نتائج كويسه واحد برضو سعيد لنتائج المصري عامل نتائج برضو كويسه مع كابتن علي ماهر ماشيين بشكل قوي بشكل مميز بيحققوا نتائج كويسه صحيح. لا في صراع كبير جدا وفي مفاجات كبيره جدا جايه في الدوري خلال الاسماعيلي ده الاسماعيلي طبعا هو ما انا قلت لك يعني كل الفرق حتى الشعبيه ماشيه بشكل مميز باستثناء الاسماعيلي السنه دي صدمه الحقيقه يعني واعتقد ان احنا يعني سبق اتكلمنا في حلقات هنا عن النادي الاسماعيلي على ان اداره النادي الاسماعيلي نفسها وكثره تغيير المدربين يعني احنا كان تقريبا كل ماتشين ثلاثة مدرب صحيح. يعني او كل الاسماعيلي كان ماشي بفكرة كل اسبوع مدرب للنادي الاسماعيلي اعتقد ان ده اثر على نتائجه بشكل كبير جدا لان خلق نوع من عدم الاستقرار وخلق نوع من اللعبة برضه مش مستقرة انا يعني اللعبة بتديش بشكل كامل وبشكل مميز ومعهمش مدرب محفظهم حاجات معينة فكل اسبوع بيجي لهم مدرب سبع تمن لعيبة سبع تمن مدربين بيجوا في فترة وجيزة جدا اعتقد ده اثر على النادي الاسماعيلي لكن في النهاية الاسماعيلي قادر باسمه وقيمته وتاريخه وجمهوره قادر على انه يرجع تاني ونتمنى ان الاسماعيلي يرجع تاني لان مش الاسماعيلي اللي يوصل الى هذه المرحله او هذه المرتبه ليه بعض المباريات المؤجله لكن في النهايه الاسماعيلي من الفرق الكبيره من الفرق الثقيله من الاضلاع اللي بتقدم للكره المصريه لعيبه وبتقدم للكره المصريه مواهب مميزه لان عينهم حلوه الحقيقه وبينزلوا الاقاليم كلها وبيلفوا بيجيبوا لعيبه باسعار يعني هاديه شويه ويلمعوهم ويقدموا لهم لنا ياما نجوم ظهر على مستوى يعني المنتخب وعلى مستوى الانديه لو ضربت لك امثله لا حصر لها الحقيقه صحيح. يعني فكل الدعم للنادي الاسماعيلي ان شاء الله ان يرجع وفي تكثيف حاليا ان يتم التركيز ان شاء الله عليه الاداره برضو بتصحح بعض الاخطاء اللي موجوده استعانت ببعض نجوم الاسماعيلي زي كابتن عماد سليمان كابتن علي ابو جريشه موجودين صحيح. دلوقتي مع الفرقه ومع النادي بيصلحوا مش موجودين في الاداره الفنيه المباشره للفريق لكن كلجنه فنيه ليها رؤيتها اعتقد يقدروا يجيبوا لعيبه يقدروا يصححوا بعض الامور يقدروا يقعدوا مع الجهاز الفني يقدروا يصنعوا نوع من الاستقرار في الفريق ده مهم جدا عشان يرجع الاسماعيلي في طريق للعوده للاصلاح وطريق الاستقرار اعتقد نادي المقاولين بفوزه على يمكن الجوله اللي فاتت 3-2 ورفض الاداره استقاله الكابتن عماد النحاس اعتقد المقاولين ممكن جدا يعود تاني مش هقول لك يبقى من توب فور او من الاربعه الاوائل لكن هيضمن مركز في المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا. خليني احيي اداره نادي المقاولين على تمسكها بالكابتن عماد النحاس رغم الخسائر الكبيره جدا اللي تعرض لها المقاولين السنه دي. صحيح. ورغم التراجع الكبير جدا في النتائج ورغم الاهتزاز الا ان الاداره عارفه ان عندها مدرب جيد ومدرب يقدر ينتشل الفريق ومدرب كان معاهم السنه اللي عدت واحد من افضل المدربين في مصر. فما حبوش ان السنه دي يلقوا بالورقه ويقلوه ويطلعوه فاشل فتمسكوا بيه للحظات الاخيره حتى المباراه الاخيره اعتقد ان الانتصار الاخير ده يمكن كان ورقه فاصله برضو بالنسبه صحيح. للنادي المقاولين وبالنسبه للكابتن عماد النحاس وتاكيد على انه يقدر يرجع الفرقه يعني واعتقد ان ده الجونه 3-2 فعلا طبعا يعني اعتقد انه تكسب الجونه فرقه مش سهله وماشيه بشكل قوي بشكل مميز عندهم 20 نقطه نتائجهم اهتزت
في الفترة الأخيرة، لكن من الفرق القوية جدا، مكتمل عندها عناصر مميزة في كل المراكز بتاعت الفرق. يعني أعتقد أن المقاولين يعني المباريات القادمة برضو هتشهد يعني عنده ماتش كمان صعب. أنت عارف كمان من المستويات اللي بدأت من تحت شوية، وكان في بعض المشاكل مع بداية السيزون، نادي مصر المقصة في سبونسر جديد، مفيش لعيبة كتير راحوا سيراميكا، جه الكابتن إيهاب اول المشوار كان فيه تعثر، لكن دلوقتي المقصه في المركز الثاني في يعني متقدم في المباريات، لكن المقصه في المركز الثاني هيلاعب يوم الثلاث المقاولين، فهتبقى مباراه صعبه للفريقين. لو كنت سالت اي حد قبل بدايه الموسم مين اول فريق ترشحه للهبوط، كان هيرشح فرقه المقصه. ليه كان رشح مقص؟ اولا ما كانش عندهم مدير فني، الكابتن ايهاب مسكهم في اللحظات الاخيره، طبعا هو كان موجود بس مشي وكان في مشاكل وبتاع وحاجات زي كده. ثانيا ما جابوش صفقات مهمه جدا. ثالثا اللعيبه المهمه جدا المميزين عندهم في الفرقه مشيوا، فالفرقه بقت وضعها صعب، بقت في وضعيه صعبه جدا. تعاقدوا مع كابتن عماد النحاس والراجل حط شروطه، كابتن ايهاب جلال ورجع وحط شروطه وقدم مباريات عظيمه الحقيقه، ووضع المقصه في مكانه لم يكن يتخيلها احد على الاطلاق. صحيح. اعتقد ان النتائج اللي محققها حتى اداره نادي المقصه ما كانتش تتخيل ان هي توصل لهذا المستوى. ده كانوا يعني كل امالهم ان الفرقه تقدر تمشي وتبعد عن شبح يعني الهبوط. العاشر ال11 ما شاء الله لما تبقى في المقدمه بهذا الشكل، اعتقد ده حاجه عظيمه جدا. والفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى للكابتن ايهاب جلال، يعني ده دليل برضه المدرب وشخصيته وقدرته على تجميع الفريق باقل الامكانيات، قدر يعمل فرقه محترمه جدا وفرقه قيمه جدا، وفرقه الحقيقه بقت مميزه جدا في الدوري وماشيه بشكل قوي وشكل مميز، يعني حققت عدد من النقاط يعني يخليها في وضعيه مريحه جدا. صحيح. لنهايه المسابقه خلاص، وبالنسبه له فكرة انه ينافس من اجل البقاء خلاص انتهت بالنسبة له، وتجاوز مع حد بيفكر في مركز متقدم. اعتقد ان كل التحية للكابتن ايهاب جلال، الحقيقة المدربين اللي لهم بصمة دايما مع الفرقة. صحيح. ويمكن على يعني نطاق تغيير المدربين، يمكن طبعا استقالة الكابتن محمد يوسف من البنك الاهلي وجهازه الفني وتعيين الكابتن خالد جلال مدير فني، عنده مباراة يوم الحد كمان مع فرقة بتحقق نتائج جيدة، فرقة اسوان والكابتن علاء عبد العال، ويمكن الفوز الكبير على الاتحاد السكندري في الجولة اللي فاتت 3-1. شايف مباراة البنك الأهلي إزاي في وجود جهاز فني جديد على مستوى الإدارة الفنية لفريق البنك الأهلي، مع روح معنوية عالية ولعيبة على مستوى مقبول لفريق أسوان؟ ما خلينا البنك الأهلي الحقيقة من الفرق اللي دعمت بصفقات كبيرة جدا في بداية الموسم، وكابتن محمد يوسف قدر يشكل فرقه كبيره جدا، لكن الحقيقه الحظ ما ساعدوش انه يحقق النتائج المطلوبه منه في المباريات، حتى في بعض المباريات كان اقرب للفوز فيها ما قدرش يحقق فيها نتائج جيده. بس يعني محمد يعني في البدايات كانت نتائج اكتر من رائعه. لكن ماشي بشكل كويس، تعادل مع بيراميدز، تعادل مع الاسماعيلي، تعادل مع سموحه، تعادل مع الاهلي، تعادل مع الاهلي يعني عمل، لكن الفتره الاخيره يمكن هو كثره التعادلات وخلاص. لما تتعادل 6 مباريات مثلا ورا بعضهم ولا 7 مباريات، طب ما انت لو كسبت ماتشين افضل من التعادلات دي كلها. صحيح. يعني وطبعا خلاص نتائج ما ساعدتوش، فالراجل خلاص ترك مقعده ومشي وتولى الكابتن خالد جلال، وهو من المدربين برضه المميزين اللي عندهم خبرات. طبعا كان مدرب فني لنادي الزمالك في وقت من الاوقات وخد كاس مصر قبل كده، اعتقد ان هو هيقدر يعني بدرجه كبيره جدا يحسن من نتائج الفريق. لكن اللي عجبنا قوي برضه الكابتن علاء عبد العال، الكابتن علاء عبد العال تولى اسوان وهي عندها 6 نقاط وهي غارقه في 4 هزايم متتاليه، الحقيقه قدر ينتشل الفريق من بئر الهزايم اللي غارق فيه ده ويطلعه لفوق ويحقق بيه نتائج مميزه في ظروف صعبه. لما يروح يكتب الاتحاد في اسكندريه ويحقق نتائج طيبه ويكتب اكتر من مباراه قدروا، حتى ماشي في الكاس كويس يعني. لا ما شاء الله. طبعا تاهل لدور ال 16، فطبعا اللي هو قدر علاء عبد العال بعد ما جه ان يضم مجموعه من الصفقات في الميركاتو الشتوي فرقت معاه الحقيقه يعني. والحقيقه ان اسوان من الفرق اللي بتغرق جلدها كل سنه 3-4 مرات يعني. صحيح. يعني السنه اللي عدت كانوا عاملين فرقه مميزه جدا، وكانت مميزه اللي انهى بيها الكابتن احمد كشري وعمل بيها نتائج كويسه، وكان بيها الكابتن مجدي عبد العاطي، وكان عندها الكابتن مجدي برده كان عامل الفرقه وكمل بيها كابتن كشري. صحيح. الفرقه دي معظمها مشي راح فرق وعملوا فرقه تانية. صحيح. والاغرب دي واحده من الفرق القليله جدا اللي ما بيروحش يلعب في ملعبه ولا ماتش. اسوان حتى الان لم يلعب اي مباراه في اسوان، لكن خليني أكد عليك إن الفريق الأسواني يعني من المرات القليلة اللي بيلقى الدعم فيها من المحافظة نفسها أو محافظ أسوان. صحيح. اللي هو أشرف عطية الحقيقة من الناس الداعمين قوي الفريق، هو بورسعيدي وحابب لكرة القدم، وده بيبقى حظ الفرقة اللي بتلعب لمحافظة شعبية كويس لو المحافظ بيحب كرة القدم بيوفر الفرقة وبيساعدها وبيدعمها. صحيح. وده كان بيفتقد أسوان، والحقيقة معظم فرق الصعيد بيفتقدوا
وانا بقول لك ده لان عارف معظم الفرق اللي هناك بيفتقدوا دعم الجهه الحاكمه اللي هي المحافظه ليهم، يعني عكس مثلا زي الاسماعيليه تلاقي دايما المحافظ بيدعم، في بورسعيد دايما المحافظ بيدعم، في اسكندريه دايما المحافظ بيدعم، فلازم المحافظات تدعم الفرق دي لانها الحقيقه بتبقى متنفس للجماهير. صحيح، وخلي بالك ان شاء الله يعني كمان البلد في اطار تطوير الصعيد على مستوى الرياضي من خلال وجود بعض الانديه للسبورتنج، بناء انديه جديده هناك في الصعيد وفي اسوان، يعني ان شاء الله حتى البلد بتشتغل في الجزئيه ديت. ان شاء الله انا اتمنى ان كذا فرقه من الصعيد، في فرقه الالومنيوم موجود في طبعا اسوان غير اسوان، يعني في فرق تظهر في الصعيد لان المنافسه في المحافظات وخاصه في المحافظات الشعبيه اللي بتحب الكوره هيطلع لعيبه على مستوى المنتخبات، وكمان بالزبط. هيبقى روح الدوري حلوه يعني. روح الدوري كويسه يعني. انا من الحاجات اللي انا بحلم بيها في الصعيد ان يكون في استاد عالمي، وفي الاقصر او في اسوان، يعني ازاي احنا عندنا القيمه الكبيره جدا الاقصر واسوان دي وما يكونش عندنا استاد يعني زي استاد ويمبلي كده يتعمل حاجه. انا ده حلم اتمنى ان ده يتحقق تاريخيا. انت عندك لوكيشن انك انت تقدر تجيب طبعا اعظم فرق العالم ويلعبوا في حضن التاريخ ده في المكان المبهر اللي مش موجود زيه في العالم. صحيح. صحيح. في اسوان، في الاقصر، وتلعب تروح تلعب ماتشات في الشتاء هناك، حاجه عظيمه جدا وحاجه مبهره جدا. اتمنى ان ده يحصل، واعتقد ان الدوله مهتمه بهذا الامر. صحيح. ويمكن يتكلموا في هذا الامر كتير وربنا يستر والفكره دي تتحقق. يعني بالمناسبه يعني كان في تعليمات طبعا من فخامه الرئيس لمعالي وزير الرياضه بتطوير استاد القاهره وتحويله الى منظومه اقتصاديه كبيره جدا خلال المرحله المقبله. اعتقد هيكون ليه شكل مختلف كبير جدا، وفي اهتمام بالرياضه بشكل عام على مستوى الدوله، وفي ملاعب بتنشا في محافظات عديده، وفي اصلاح للملاعب لانه لا نهضه لكره القدم في مصر الا اذا كان عندك بنيه اساسيه موجوده ومستقره. يعني دي الملاعب دي في كره القدم زي الطرق في اي بلد، يعني البلد اللي ما عندهاش طرق خلاص مش هتعرف تعمل نهضه. يمكن مصر دلوقتي بتعمل شبكه طرق عالميه على اعلى مستوى، الحقيقه حاجه نفخر بيها. لذلك نتمنى ان الملاعب بتاعتنا كلها تكون على مستوى عالي جدا. يمكن انجلترا اول حاجه عملتها عشان تطور منظومه كره القدم وتعمل الدوري الانجليزي دوري على مستوى العالم بيتضخ فيه مليارات الدولارات واليوروهات والاسترليني، لما طورت الملاعب اول حاجه بدات تطوير الملاعب. فانا زي ما عنديش ملعب والعب كوره يعني، فده مهم جدا يعني. وبلدنا فيها مناطق كتيره، وكلمت على شرم الشيخ والغردقه بتتكلم على مناطق كتيره جدا. ان شاء الله السنين الجايه تشهد يعني طفره رياضيه، منشات رياضيه، وانا متاكد ان الاداره السياسيه ماشيه في هذا المنهج. شفت قد ايه ملاعب كتيره جدا على مستوى الجمهوريه بالنسبه للجيش، وقد ايه يعني ملاعب بتقام عليها مسابقات ده عالميه يا كابتن. يعني ممكن شفنا يمكن مونديال يد لما اتعمل عندنا، شفنا صاله في اكتوبر، صاله عظيمه جدا عالميه. صاله على احدث مستوى في العالم، حاجه عظيمه جدا. نظمنا مونديال يد ده في ظل العالم كله مش قادر يعمل اي حاجه. حاليا بننظم في الايام اللي احنا فيها كاس العالم للرمايه، موجوده عندنا هنا في مصر، يعني برضه من الحاجات المميزه جدا. البطوله الافريقيه للشباب لسه منظمينها وخلص شباب الطايره وفايزين بيها في وقت لعبه الطايره نفسها على مستوى القاره الافريقيه على مدار 14 شهر ما فيهاش اي نشاط على الاطلاق من اي نوع. فمصر بترجع النشاط للقاره افريقيا كلها الحقيقه، وتتحمل مسؤوليات كبيره جدا. يعني كل التحيه للقائمين على الرياضه في مصر، حاجه الحقيقه جميله جدا وحاجه تفخر بيها يعني. اكيد، حتى على مستوى الاسكواش الملاعب اللي بتبقى على سطح الهرم، وقد ايه بتبقى دلوقتي بقى اصبحت يعني بطولات عالميه، وكل الوسائل الاعلام العالميه بتنقل هذه الصوره الجميله. احنا بنتكلم على حتى تسويق، على مستوى التسويق، على مستوى ظهور مصر بشكل اكتر من رائع. فده على مستوى الاسكواش ماشيين بشكل كويس. نتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول ان يكون في ملعب في اسوان، في ملعب في الاقصر، في ملعب في شرم الشيخ والغردقه، نوسع يعني القاعده بشكل كبير، يبقى في بنيه اساسيه اكتر، علشان كمان ده بصالح شبابنا يعني طبعا. فكل ده بصالح المجتمع طبعا بشكل بالاضافه عام يعني. الى الملاعب اللي هي الملاعب الرئيسيه، ان توسع برضو الملاعب اللي هي الفرعيه اللي تسمح بممارسه النشاط الرياضي للشباب، لان كل ما كان عندك ملاعب مفتوحه. ملاعب مفتوحه بالظبط يعني. يعني انا في بعض الدول الواحد سافرها طبعا، بس الدول يعني امكانياتها اعلى منها بكتير جدا ومختلفه، تلاقي في ملاعب في الشارع على كل مستويات، سواء التنس الطاوله او الباسكت او ملعب كره القدم، ملعب مفتوحه للناس. صحيح. يعني فاتمنى ان ده نهتم بيه، لان ده اللي هيبرز المواهب واللي هيطلع المواهب، وده يكون مهم جدا. وكمان يكون في مسح لكل المواهب موجوده في مصر. يعني اعتقد ان ده مش هنقدر نوصل له الا من خلال المدارس اللي فيها كل الاطفال،
ده المكان الوحيد اللي فيه كل اطفال مصر بكل مراحلهم السنيه. اعتقد ان احنا نقدر يعني لو اتعملت مشاريع بدراسات علميه محدده وواضحه اعتقد ان احنا نقدر يكون عندنا اللعيبه في كل الاتجاهات في كل المجالات. انا بأكد لك ان الدوله يعني ماشيه في هذا الاطار, وفي خلال ان شاء الله نقدر نقول اقل من سنه هتلاقي فروع في انديه كتيره جدا, فروع لملاعب مفتوحه, في اكتشاف مواهب على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله. ومصر دايما ولاده بالمواهب اكيد ان شاء الله. استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا, كانت يعني فقره مميزه دايما معاك. شكرا ربنا يخليك كابتن, انا دايما بكون سايب التاج مع حضرتك. شكرا ليك وان شاء الله بالتوفيق لفرقتنا ان شاء الله يوم الاحد. يا رب ان شاء الله كابتن ان شاء الله. دي نهايه فقرتنا مع الناقد الكبير الاستاذ محمد القوسي, بعد الفاصل النجم الكبير الكابتن خالد جدل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية, لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كتبوا تاريخ أكثر من رائع مع النادي, هو الكابتن خالد جدالله. خالد جدالله كابتن الكبير صاحب الرؤية التحليلية المميزة, هنتكلم معاه في كل ما يخص الأهلي ومشواره القادم, ونعرف منه كيفية التغلب النهاردة على أزمة سامبا, وإحنا كمان بنستعد لمباراة مهمة جدا, مباراة طلائع الجيش. اهلا بك يا كابتن خالد, مشرفنا النهارده. اهلا بك يا سهام, واهلا كابتن منورنا يعني حبيبي. الله يخليك, ازي حضرتك؟ سعيد جدا وانا معاك. ربنا يخليك يا سهام, ربنا يخليك يا كابتن. وانتم مقدمين حاجه محترمه جدا. ربنا يخليك. برنامج انا عن نفسي بتفرج عليه كل يوم. حبيبي الشرف لينا يا كابتن. الله يخليك. شرف لينا. الله يخليك. سهام اتكلمت على موضوع سيمبا وعوده النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد لمشوار الدوري. قبل ما نخش في التفاصيل ديت يا كابتن, حابب اعرف من حضرتك من خلال مشوارك الطويل, الاجيال اللي حضرتك كنت بتلعب فيها, انا عارف كان دايما المباريات اسبوعيه مش كل 3 ايام زي دلوقتي, عايز اعرف من حضرتك الاسبوع اللي كنت بتقضوه بعد المباراه, حسيتوا ان انتم مزعلين جماهير النادي الاهلي منكم؟ كانت شغلانه دي. لا حاسين مزعلين جماهير النادي الاهلي يعني مننا, دي كانت مشكله كبيره. وخد بالك يعني احنا على ايامنا اي ماتش وحش كنا بنلعبه ما كانش طبعا وسائل الاعلام ما كانتش زي دلوقتي, ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده, هي كانت الجرايد ويمكن برنامج واحد في التلفزيون بيجي اسبوعي مثلا. لما بنكون وحشين ما حدش بيتكلم على المدير الفني خالص, كله بيتكلم على اللعيبه. طبعا يعني اللعيبه كانت وحشه, اللعيبه ما ادتش, ما حدش يعني ما كانش المدارب. حد بيجيب سيره المدير الفني يقول لك زي دلوقتي. اختلف دلوقتي شو. اي حاجه المدير الفني. لا احنا على ايامنا لا كان اللعيبه, احنا كنا بنخاف جدا يعني بنخاف جدا من الجمهور بتاعنا, يعني ما ينفعش ان انت تتأثر. وطبعا انت عارف الكرة فيها توفيق وعدم طبعاً توفيق أكيد. بس بيبقى باين لو انا وحش عشان في عدم توفيق, ده بيبقى باين وبيبقى محسوس بالنسبة للناس. ولكن انا وحش عشان مقصر, عشان مش عايز اجري, عشان بجري تروت, عشان ما بخشش وبحلق, انا بكلمها في كل لا ما كانش ينفع الكلام. كنت بتعمل ايه؟ عايز اعرف. كنت انا ما كنتش بنزل يعني ما يعني يعني عملت مباراه سيئه حسيت ان الجماهير زعلانه, كنت بتقضي الاسبوع ده ازاي على مستوى النادي, على مستوى كلامكم مع بعض, على مستوى الشخصي لكل لعيب؟ على مستوى النادي التمرين بنروح بنتمرن, وطبعا بقى الجهد بيبقى مضاعف, وبنبقى بقى على احر من الجمر الماتش اللي جاي هيجي امتى عشان نعدل اللي فات. ولكن بعد النادي بعد التمرين انا العربيه البيت, ما بنزلش ما بشوفش حد, حتى اصحابي اللي كانوا بيجوا مثلا يقعدوا عندي في البيت بقى. لا 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 ما فيش كلام. بس لغاية, الناس كانت لما بتنس. الصوره بس لغايه لما الصوره نعدلها. كنت بتستنوا تتمنوا ان المباراه تبقى بكره عشان تصالحوا جماهيركم؟ بالظبط بالظبط. الناس كانت برضو مش زي دلوقتي يعني, خلاص كانت بعد المباراة سواء اتعادلتم أو اتهزمتم فالناس يعني كانت شوية وبتنسى. دلوقتي الناس لا, لازم النهاردة خسرت من سيمبا مستنية لك المباراة اللي جاية, مستنية لك المباراة اللي جاية مع سيمبا في على أرضك. بس برضو على أيامنا ما كانوش بينسوا سيمبا. مش بينسى يا كابتن خالد, بس ما كانوش يعني السوشيال ميديا ما كانوش متشددين كده كابتن. السوشيال ميديا ما كانتش موجودة. عشان السوشيال ميديا دلوقتي زيادة شوية, وما كانش موجود سوشيال ميديا ساعتها خالص. فالأمور كانت بتبقى باين إن هي هادية. ولكن إحنا التمرين, إحنا كل تمرين في 5-6 آلاف متفرج في الملعب كل تمرين ما شاء الله. فانت بتبقي شايله بقى لما بتعملي ماتش وحش, شايله هم التمرين الناس اللي جايه بتتفرج, دخلتك بقى الملعب بالظبط. طيب النهارده
في خسارة للنادي الأهلي أمام سامبا صحيح، بس في برضو أكيد دروس مستفادة، ودروس المستفادة لما بتكون خسران في أي تجربة، يعني مش على مستوى مباراة فقط، يعني دروسها بتكون أكتر. فإيه الدروس اللي حضرتك شفتها ممكن نطلع من خلالها، خاصة وإحنا لسه في بداية لسه المشوار، عندنا فرص مش فرصة واحدة، إيه اللي ممكن اللعيبة تستفيد منه والجهاز الفني يستفيد منه كابتن خالد؟ يعني هي مش اكتر من مباراه خسرناها، مفيش فرقه على فكره هتكسب ولا اكتر، يعني احنا برضو عشان نبقى بنفكر بعقلانيه شويه وبهدوء شويه، لان دايما الكبير دايما لازم بيبقى عاقل، واحنا عشان كبار والنادي الاهلي كبير فاحنا عاقلين على طول، ومفيش حاجه بتاثر معانا. دي مباراه وعدت، ولكن زي ما انت بتقولي في دروس مستفاده. الدروس المستفاده انا من وجهه نظري يعني الفنيه، انت بعد الحلقه دي هتبقي مدربه كبيره على فكره، بس خدي بالك من الكلام اللي حاضر. الدروس المستفاده اول حاجه بالنسبه للجهاز الفني، بس انا قبل ما اتكلم عايزين نتفق ان كره القدم فيها توفيق وعدم توفيق. اكيد ده موجود على كل مستوى الفرق في العالم، يعني ممكن فرقه بتبقى كويسه جدا والتوفيق ما بيحالفهاش بتخسر. صح. المهم ان ما يبقاش فيه تقصير. فنيجي نتكلم على مباراه سيمبا. مباراة سيمبا أنا أول حاجة كان لازم اللعيبة والجهاز الفني ياخدوا بالهم بشكل كويس جدا نسبة الرطوبة. على فكرة أنا بزعل جدا لما بسمع كلام، في طبعا كلام في الكورة بيخش للدماغ لما بيكون مظبوط وبيخش العقل، وفي كلام أهو بيتقال بس وتعدي بيطلع وخلاص وتعدي. لا بتسمعيه من ودنه ويطلع. الحر ما يفرقش. الحر لما تبقى درجة الحرارة 30 أو مش مهم، هي نسبة الرطوبة هي اللي بتتعب اللعيبة جامد جدا. إزاي أتعامل في جو فيه رطوبة؟ نمرة واحد، هيبقى صعب قوي على اللعيبة يعرفوا الكلام اللي أنا هقوله، يعني لازم يتقال لهم من الجهاز الفني. أول حاجة إن إزاي تخلي الكورة هي اللي تجري مش أنت اللي تجري، لأن الكورة إحنا دايما ده كلام أنا يعني مش إحنا، عشان انا دايما بقول ان الكره مش تتعب، خلي الكره اللي تتعب. الكره مش هتتعب طول ما انت بتمشيها. صحيح. ايوه صح، الكره مش هتيجي تقول يعني كفايه انا تعبت عايز اقف. انما انا لو فضلت اجري عمال على بطال في الرطوبه تمام، نمره واحد هلاقي نفسي بجري بدون انتاج، نمره اتنين مجهودي تعبت. صحيح. فخلاص كل اجهزتي قراراتي كلها مش هتبقى مظبوطه. فكان بيعجبني جدا في الجيل بتاع ابو تريكه وبركات ووائل جمعه، الجيل ده كانوا بيعملوا حاجات كويسة جدا بالفطرة، لأن موهبتهم كانت عالية وإمكانيات الفرقة كانت عالية. في الماتشات اللي بره، الماتشات اللي جامدة، كنت تلاقيهم أول ربع ساعة مستحوذين على الكورة، باص 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 باص، فالكورة عمالة بتمشي بيهدوا بدون مجهود زيادة، وفي نفس الوقت بتمتص حماس الفرقة اللي قدامك، لأن في مبدأ في الكورة، في حاجات في الكورة مبادئ ما بتتغيرش، واللي يقول غير كده يبقى يعني في ثوابت. ايه هي طول ما انت معاكي الكره مش هيجي فيه جول. يعني بمعنى ان انا لو مدرب في على حسب كل واحد على حسب فكره، لو انا عايز ادافع كويس اخلي الكره في رجلي، استحوذ اكتر، استحوذ، بس استحوذ فين؟ مش في الثلث الدفاعي الاخراني بتاعي، مظبوط، في نص الملعب، في الثلث، في نص ملعب الفرقه الثانيه المنافس. وفي برضو حاجه من الثوابت، طول ما الكوره في نص ملعب المنافس انت في امان. حتى لو ما بتعمليش بيها حاجه. زمان كابتن جوهري الله يرحمه قال لنا في مره، جينا في ماتش في اخر 20 دقيقه تعبنا، مش فاكر الماتش ايه، وكان شكلنا مش كويس. فقال لنا حاجه جميله جدا لغايه دلوقتي، الله يرحمه كابتن جوهري طبعا، ما بنساهاش، لان زي ما بقول الكلام اللي في الكوره الصح ما بيتنسيش ابدا. فقال لك وانت تعبان، طول ما الكوره معاك هو الجمهور حاسس ان انت تعبان؟ لا، مش حاسس، فمش هيشتمك ولا هيزوم عليك، الكوره معاك بس انت تعبان، بس ما حدش داريان. فلما تتعب خلي الكوره في رجلك بقدر الامكان. انا كان نفسي الماتش اللي فات نتعامل بالمفهوم دون مع مباراه سيمبا، نظير نسبه الرطوبه العاليه. طب دي خبره لعيبه، لان انا برضو من انا على سبيل المثال بركات، يعني على سبيل المثال بركات، تعرف روحه حلوه وبيتكلم طبعا. بركات دايما يقول لي انا بدنيا مش 100%، بالرغم ان الناس بتشوفني ان بركات، بتكلم على بركات، لا ده بيقطع مشوار وبالكوره. فقال لي انا
يعني بنظم مجهودي بشكل مباشر طبعا. في المباريات احس اول ربع ساعه بيكون في مجهود اكتر، والسبرنت اللي مش مستاهل ما اروحش بالظبط، والكوره الطويله اللي انا بحسس ان انا مش هحصلها فما بروحش عليها. وبالتالي دي تتوقف على خبره اللعيبه اللي كانت موجوده جوه الملعب بجانب بعض التعليمات الفنيه، النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. نمره واحد خبره لعيبه، نمره اتنين تعليمات فنيه. التعليمات الفنيه اللي هي الاستحواذ، بس نيجي بقى في الحته دي، هل كانت اللعيبه اللي موجوده اللي ابتدينا بيها الماتش عندها القدره على الكلام اللي انا بقوله، على الاستحواذ، على الاستلام المظبوط والتمرير المظبوط؟ كان عندنا شويه قصور في الحته دي. كنا محتاجين حد عنده مساحه رؤيه واسعه شويه، يقدر يشوف يلعب الكره في انهي جنب من الجناب، الجناب الفاضيه، الحته الفاضيه اللي ما فيهاش رقابه، ازاي زي ما بقول نخلي الكره هي اللي تمشي، لان الكره عمرها ما هتتعب. في نفس الوقت من الدروس المستفاده ان برضو الجهاز الفني من وجهه نظري ما درسش فرقه سيمبا من ناحيه نقاط القوه والضعف، ولا اداها اكتر من حجمها. لا هو ده هو يعني اداها، عمل حساب نقاط القوه اللي في الفرقه اللي هم الثلاثه اللي قدام الصراحه، الثلاثي الهجومي. انا دلوقتي لما بلاعب فرقه، احنا متفقين ان كل فرقه عندها مواطن قوه ومواطن ضعف. انا كمدير فني لازم اعمل حسابي اامن فرقتي من مواطن القوه بتاع الفريق المنافس، وفي نفس الوقت ادوس على مواطن الضعف اللي موجوده في الفريق المنافس. احنا ما عملناش التانية. بس كابتن خالد معروف عن موسيماني، مش عشان والله بيدرب في الاهلي، بس دايما يعني اللي بيتاخد عنه مش عليه انه جيد جدا في قراءه المنافسين، يعني ده بيؤخذ عن موسيماني بشكل عام. لا موسيماني ما فيش جدال عليه، ده مدرب كبير. مش بتكلم على كبره، لا مش بتكلم على كبره ومدى خبراته، لا مش بتكلم على انه قدير، بيعرف يقرا المنافس. التنفيذ ممكن بقى نقول ان التنفيذ ما كانش كده، يعني هو كل الفرق الافريقيه دايما مواطن الضعف عندها الديفنس، الشباكين خاصه الديفنس، وبالذات الاثنين اللي في القلب زي ما هاني بيقول، زائد ممكن حراسة المرمى. بس بقى فرقة سيمبا عندها حارس المرمى بتاعها كويس، يعني من الحراس اللي أنا شايفهم يعني أنا عجبت بيه، يعني حارس ماسك نفسه يعني فاهم شوية. ولكن خط الدفاع بتاع فرقة سيمبا لو اتضغط عليه من قدام من عندهم كان هتبقى ممكن تفرق معاك. طبعا هيبقى تفرق معاك. كنا هنعمل لهم مشاكل كتير، وكنا في نفس الوقت هنريح نفسينا من الضغط اللي احنا ممكن كنا نشوفه نتيجة هم عندهم 3-4 قدام هم كويسين، بيتحركوا كويس سواء بكورة او من غير كورة، عندهم سرعات بيعرفوا يصوروا عشان لقوا مساحة. كابتن عشان لقوا مساحة، نيجي بقى الدروس المستفادة بقى حاجة للعيبة. التنظيم الدفاعي دلوقتي في الكوره بيقول لك لازم تبقى تحت الكوره، حلو جدا. ان انا ابقى تحت الكوره يبقى الكوره دايما قدام، ولكن لغايه فين؟ ال 30 يارده الاخرانيه، الثلث الدفاعي الاخير بتاعنا اللي هو من خط ال 18 قولي 15 يارده قدام لغايه القوس بتاع النص الملعب، من تحت كمان او يعني هم 30 يارده، يعني من خط ال 18 قولي 12 يارده كمان قدام. في المساحه دي تمام، مفيش تحليق، مفيش حاجه اسمها ان انا اخش احلق او ان انا اقف اقول هو هيبصيها غلط فهنقطعها، لا لازم اخش ولازم امد رجلي ولازم ما ترقص. عمليه الضغط حضرتك بتتكلم على عمليه الضغط، مفيش تحليق، لان احنا الجون اللي جه فينا لان مفيش حد ضغط على الراجل، الراجل على خط 18 محدش ضغط عليه، عدل وشاط جت جون. هي طبعا راحت في حته صعبه جدا، وممكن لو عادها مليون مره مش هيجيبها كده ولا هتروح في الحته دي، ولكن اهي جت تمام. فيبقى ال 30 يارده الاخرانيين في الثلث الدفاعي بتاعنا مفيش تحليق. وفي الكوره بنقول ان انت لازم تبقى وانت بتدافع بتبقى اجريسيف شويه، يعني اجريسيف ديفنس، ازاي ان انا ببقى اجريسيف قوي يعني وازاي وانا بهاجم ابقى اجريسيف. فدي نقط، يعني دي نقط بتفرق مع فرق، بالذات كل ما هتلعبي مع مستويات اعلى شويه لازم انت بتعلي بنفسك او نسبه تركيزك في الكلام ده بيبقى كبير شويه اعلى. طبعا. اهميه وجود قفشه في المباريات المهمه اللي زي ديت، افتكر واحده كمان من الدروس المستفاده. ليه؟ لانه حتى هو ديدي جوميز المدير الفني لسامبا لما انسال عن مين اكتر لاعب كان مخوفك قال لك قفشه،
وعارفه بالاسم، يعني حتى لما قالوا له رقم يعني كان عارفه جدا يعني، وده دليل على انه هو كان مذاكر اللعيبه، وخاصه واحد زي قفشه صانع العاب مهاري جدا. فدي ممكن برضو تكون يعني ده اكيد يعني جف في عين الاعتبار بالنسبه للموسيماني او الجهاز الفني يعني. طبعا يعني في كلامي قبل ما انت تقولي كده انا قلت كنا عايزين حد في نص الملعب يقدر عنده ملكه ان هو يباصي كويس ويستلم الكره كويس وما يفقدش الكره سهل وينقل الكره في الحته المظبوطه في الملعب. خدي بالك انا ممكن انقل كره في حته في الملعب اخنق اللاعب. طيب يعني الكلام ده ما يحسوش غير لعيبه الكوره يعني، وبكون بباصي صح تدبسه يعني. معنى في لعيبه في مصر، انا هقول لك حاجه، في لعيبه في انديه تانية يعني مش عندنا الناس بتضرب بيها المثل وبيشيدوا بيها جدا جدا حاجه رهيب انا اتفرج مش مقتنع خالص، لان بيبوظوا اللعب. هو بيباصي صح بس بيخنق لك اللعب، بيحط الكره في الحته مش اللي المفروض ما تروحش فيها. انما هو بيباصي صح اي حد بيقول لك بس مفيش كره حلوه، لا 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 ولا مؤثره ولا ولا مؤثره. فطبعا قفشه كان من يبقى ده بيدينا برده مدلول دليل ان كلامي برده مظبوط، ان الراجل المدرب بتاع فرقه جوميز ذاكر فرقه كان بيمرن الاسماعيلي، كان بيمرن الاسماعيلي فبرده عنده فكره وعنده درايه وعندهم لاعب كان بيلعب لطنطا برده بالظبط. زي مثلا انا ساعات بسمع كلام يقول لك من الحاجات اللي انا ما بحبش اسمعها يقول لك بس الباكين كان لازم يطيروا. انا كلمه يطيروا دي بقى انا مش فاهمها. يعني احنا في الكوره يعني مثلا يبقى عندي باك رايت سوبرمان مثلا وباك ليفت باتمان عشان نفضل نطيرهم ونرجع، ايه يطيروا دي؟ مش في الكوره يعني الكلام ده، مش في الكوره. ومش في الكوره كمان ان باكين يهاجموا في نفس الوقت. مين اللي بيقول كده ان باكين يطلعوا في نفس الهجمه تلاقي الباكين بتوعك قدام؟ ما عمرها ما فيش. يعني اناقش حضرتك في النقطه دي يا كابتن، اقول اناقش حضرتك في النقطه دي. يعني هو بتختلف عن طريقه انت بتلعب ازاي. يعني انا لو بلعب ثلاثه في نص الملعب انا وارد جدا اطير الباكين. ليه؟ لان هيبقى عندي كثافه في نص الملعب ممكن اغطي. يعني لو ناحيه مثلا لو بنتكلم على مباراه سيمبا، لو محمد هاني مكمل ونقول مثلا محمود وحيد مكمل، ادي الاثنين طايرين على حسب اتجاه الكره هتكون فين. ان لو الكره ناحيه محمد هاني مأمني شويه اكرم توفيق، وممكن جدا يزيد عمرو السولية في طريقه 5 3 2، لا في طريقه 4 3 3 اللي لعب بيها موسيماني، 4 3 او 4 3 2 1. انك عندك في نص الملعب 3، وبالتالي محمد هاني مثلا لو زاد هيأمنه اكرم توفيق، محمود وحيد ممكن جدا مع محمد هاني يزيد مش في نفس الليفل، مش في نفس الخط يعني مش يبقى متاخر شويه. بس لو الكوره مثلا محمد هاني عمل كروس وطلع طويل هيلاقيها محمود وحيد، وبالتالي لو اكرم توفيق بيميل شويه على محمد هاني يبقى حمدي فتحي او ديانج بيميل على محمود وحيد، وبالتالي يبقى في عندك جناب شغاله. وخاصه يا كابتن انك لما بتلعب 4-3-2-1 الاثنين اللي تحت راس الحربه ما بيكونوش على الخطوط، بيكونوا لجوه شويه عشان يكونوا قريبين من ال 18. ايوه فدي وجهه نظر يعني انا يعني اخد راي حضرتك فيها. لا على حسب انت طالب ايه من التنفيذ من اللعيب. تعليمات يعني انا تعليمات. ممكن الاثنين اللي تحت راس الحربه انت بتقول لي ممكن يضم، هم بيضموا شويه وممكن يبقوا فاتحين. لو فاتحين، لو بلعب بثلاثه فراوده فاتحين، واحد ناحيه اليمين وراس حربه وواحد ناحيه الشمال، في الحاله دي انا مش هبقى عايز الباكين يتقدموا، بس هتعوز ان الاثنين من الثلاثه بتوع نص الملعب يتقدموا يكملوا عشان يكملوا الفراغ ده. اوكي يكملوا واحد بس، واحد مش من الثلاثه، واحد بس هيكمل مع في الماتشات اللي بره. يعني ماتش سيمبا ده انا كنت اتخيل ان احنا كفايه قوي نهاجم باربعه لعيبه، ثلاثه فراوده وتحتيهم واحد يكمل، وفي سته واقفين، الاربعه الديفنس واقفين، الاربعه الديفنس واقفين. انا مش عايز لا اربعه كتير يا كابتن يعني اتفضل. في الظروف بتاعه الجو والرطوبه والكلام ده كله مش هتلاقي كمان. كنت انت تلاحظ هاني يروح في واحده وتلاقيه بعد كده واقف شويه نفسه طبعا اكيد، بس بيشتغل اكنه باسير بيباصي وبتاع بياخد نفسه. انما في ده انا بتكلم على ظروف الماتش اللي ظروف الماتش لا انا كنت العب بثلاثه فراوده عشان اعمل لهم مشكله، لان هم عندهم مشاكل وواحد تحتيهم اللي هو قفشه
وانا برضو ضد كلام ان ماتش بره فحط ثلاثه ديفندر في نص الملعب يبقى انا كده بشتغل دفاعي. لا هي الكوره مش كده. مش صحيح. هي الكوره انا معايا الكوره بهاجم. صحيح. انا ما معيش الكوره برد ادافع. ده كل العشرة لعيبه يعني العشرة لعيبه اللي موجودين لازم تكون مزبوط. فيهم المواصفات دي لان دي لعيبه محترفه ولعيبه مش هواه. احنا مش في دوري هواه ولا في زمن هواه. احنا في زمن محترفين وزمن الحمد لله اللعيبه كلها لا مستريحه ماديا ونفسيا كل حاجه. بس قدموا اللي عليهم في المباراه دي يا كابتن. قدموا اللي عليهم في مباراه سامبا. لا اللعيبه اللعيبه طبعا كان في احسن من كده من ناحيه المجهود ومن ناحيه انهاء الهجمات. ازاي نبقى يعني بنقدر نوصل ونقدر نكون خطرين على المرمى ويعني ما كانش فيه يعني النادي الاهلي كان مستكين شويه. يمكن برضو اللعيبه حته ثلاثه ديفندر في نص الملعب دي اديتهم مدلول لان احنا عندنا في مصر كده هتلعب بثلاثه ديفندر في نص بالدافع. الملعب يبقى بتدافع. على فكره احنا الماتش اللي فات بعد ما غير موسيماني احنا لعبنا أربعة ديفندر في نص الملعب اساسا بنزول عمرو السوليه رحنا للجون. بس انا اعتقد كابتن خطيرين رحنا على الجون عشان يمكن وجود ايمن اشرف مش عيب في محمود وحيد. محمود وحيد بقاله فترات طويله ما بيلعبش يمكن المجهود كان ممكن يتغير ما بين الشوطين. لكن لما نزلنا هقول يعني باك جناح يعني ايمن اشرف لعب في الجزء ده وكان بيوصل وبيعمل كرات كروسات. والنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ان كان عندهم ضعف في السرد باكين. شفنا الثلاث فرص او الفرصتين اللي جات لنا من كروسات. واحده نزلت من مروان نزلت لمحمد شريف حطها بشكل كويس قوي وكرة عرضية تانية عدت ما بين حارس المرمى برضو ما كانش يعني ما طلعش عليها كان شكلت خطورة. فالخمس دقايق الأخيرة ليه ما بدأناش الشوط التاني كده؟ يعني ليه ما كانش نهاية الخمس دقايق من المباراة ليه ما يعني كنا بدأنا بها الشوط التاني؟ بالظبط. ما هي هو الماتش دون يعني يمكن احنا خدنا التوفيق في حتى في الإدارة الفنية يعني حتى في التدخلات الفنية كانت متأخرة يمكن كان فيها برضو شوية كان ممكن تبقى احسن من كده. انما انا من قبل الماتش من البداية انا كنت شايف ان احنا لو لعبنا جيم عادي صحيح انا بطلع يعني جيم عادي معايا كورة بهاجم معيش كورة برد دافع كان عندنا صانع العاب اللي هو قفشة او اجاييه. انا برضو عايز اقول كلمة على اجاييه. اجاييه لو لعب في الحتة دي بظروفه البدنية والجسد دلوقتي انا بتكلمش على اجاييه من سنتين لو لعب في الحتة دي لو لعب تحت راس الحربة هيبقى برضو حاجة مؤثرة جدا وهيبقى مفيد جدا بالنسبة لنا. يعني يبقى انت عندك في الحتة دي عندك قفشة وعندك اجاييه ان شاء الله ناصر ماهر راجع لان انا في الانترو انا سمعتك الجداول وتتابع الماتشات لازم انت في عهد الاحتراف مدير الفني من واجبه ان هو يجهز كل القايمة مظبوط نفسيا وخططيا وبدنيا وتكتيكيا وكل حاجه بحيث ان انا ما افضلش بقى لان اللعيبه مش هتقدر ان انا استخدم نفس اللعيبه في كذا مسابقه في كل الماتشات. لا مش هينفع. يبقى لازم اعمل روتيشن ولازم العب كل الناس واحنا الحمد لله كل لعيبتنا على مستوى عالي يمكن الفروقات الفنيه حاجات بسيطه يعني فهي دي الفتره اللي جايه مهم جدا ان احنا نشوف الكلام. طيب ليه بنتكلم على مباراة سامبا؟ لأن الخسارة ديت لها توابع ربما زادت من صعوبة مواجهة الأهلي مع فيتا كلاب ذهابا وإيابا بنتكلم هنا. وأكيد الماتش دوت بالدروس المستفادة والكلام اللي حضرتك قلته وضيوفنا كمان من قبل أكيد ده في عين الاعتبار وأكيد على طول ما بين عينيهم في أي مواجهات مرتقبة حتى في ماتش طلائع الجيش. احنا بنتكلم على يعني مباراة مهمة جدا يوم الحد يعني فقول لي إزاي قبل ما نروح بقى للدوري مرة تانية وماتش الحد إزاي نتجاوز فيتا كلاب في المواجهتين المرتقبتين كمان يا كابتن خالد؟ بإذن الله هنتجاوز. بس إزاي نتجاوز؟ دايما النادي الأهلي هو عنده الفعل مش رد الفعل. احنا مش عايزين نبقى رد فعل في أي مباراة حتى لو يعني انت مش هتلعبي منافس أقوى منك فليه نبقى ان احنا نازلين احنا مستنيين رد فعل. لا النادي الاهلي مش كده. احنا مش عايزين نستنى احنا عايزين نلعب لعبنا اللي هو بنضغط على الفريق اللي قدامنا بتحاولي بقدر الامكان ان انت تستغلي المميزات اللي عندك. السرعات اللي في خط الهجوم دي لازم نستثمرها يعني لازم نستثمرها. انا لما بتكلم ان احنا الماتش اللي فات لو بنلعب بثلاثه انا كنت اتمنى ان يلعب
محمد شريف ويلعب بواليا ويلعب كهربا، والثلاثة دول اسيبهم قدام وتحتيهم قفشه، والثلاثة دول اسيبهم قدام هيوقفوا لك الأربعة اللي ورا، وفي أول ما تقطعي الكرة طلعي الكرة بس لحد من كل المحللين وكل الخبراء توقعوا نفس التشكيلة هتوصلي بيها للجون. والفرق الافريقيه كل ما بتلاقيكي بتهاجمي عليها وبتوصلي للجون ثقتهم في نفسهم بتقل بطريقه ده قلت اخر خمس دقائق، شفت الدربكه اللي حصلت اخر خمس دقائق، كان ممكن نتعادل مظبوط يعني احنا كان دول الحكم برضو انا وانا قاعد بتفرج على الماتش قلت باذن الله هنجيب جون هنتعادل، ده عشان احنا ده خمس دقائق ده دقيقتين يا كابتن كمان بالظبط ده دقيقتين يعني شويه انت فما بالك انت لازم تعرفي انت ايه المميزات اللي عندك ايه الحاجات اللي تقدر تديكي قوه، الحاجات اللي تقدر تديكي قوة عندك فراودة أربعة خمسة فراودة صراع بيتحركوا لقدام وفيهم ميزة ان هم دايما عايزين يلعبوا من ورا الديفنس، في فرق بين فيرود وهو ده اللي بقى بيفرق في التقييم المالي يعني انا فيرود ممكن ادفع فيه 10 مليون جنيه وفيرود ممكن ادفع فيه 500 ألف جنيه، ايه اللي بيفرق؟ الفيرود اللي دايما بيتحرك من ورا الديفنس فكل تحركاته خطورة، مش اللي بيلعب من تحت، ما اللي بيلعب من تحت ده متشاف سهله وسهل احنا ممكن يعني وهاني ممكن ننزل نستلم الكره وزي باصي ما فيش مشكله مش هنغلط في الباص، انما اللي بيتحرك لقدام بيروح واحد على واحد عايز يفوت او بيتحرك من غير كوره لقدام عشان عايز الكوره من خلف الدفاعات ده اللي بيبقى مؤثر صحيح صحيح. فاحنا عندنا النوعيات دي طاهر كهربا بواليا بيتحرك من ورا محمد الدفاع. شريف كلهم كل كهربا كلهم وكهربا اتعود يعني يمكن كهربا ما كانش متعود على الريتم ده وعلى اتعود دخل في القصه طب دي لازم تستثمري الكلام. كلمنا عن بقى تقييمك للمجموعه مجموعه الاهلي اللي فيها سامبا هو طبعا فيتا كلاب والمريخ يعني خاصه ان فيتا كلاب كمان كسب المريخ في السودان 4-1 المريخ يعني احنا لا المريخ هو بعد يعني حصلت المجموعه يعني فرقه بعيده قوي وامكانياتها على قدها ومش هي الحصاله يعني هو سيمبا كسب الماتش الاولاني كسب فيتا كلاب لا احنا يعني هي القصه كلها باذن الله اللي هيصعد من المجموعه دي صحيح. احنا وسيمبا ان شاء بإذن الله. الله ان شاء الله فرقه فيتا كلاب برضو فرقه كويسه مش وحشه ولكن احنا لو في حالتنا وزي ما بقول احنا نبقى الفعل احنا اللي بنضغط صحيح. احنا اللي بنهاجم لان كل دفاعات الفرقه الافريقيه برضو مستواها مش احسن حاجه صحيح. عندهم دفاعات كتيره جدا ممكن نستغلها فباذن الله مش هيبقى في مشكله باذن الله ان شاء الله باذن الله ما يكونش في مشكله ونتصدر المجموعه ان شاء الله باذن الله يا رب. معانا تليفون من نجم من نجوم النادي الاهلي وبنتكلم على الدفاع وهو كان صخر الدفاع النادي الاهلي في الجيل العظيم جيل السبعينيات والثمانينيات الكابتن حماده صدقي. مساء الخير عليك الكابتن. مساء الخير يا كابتن هاني. وحشني يا كابتن. كابتن شارف. كابتن حماده ازيك حبيبي؟ ازيك؟ ربنا يخليك. الله يخليك، بالتوفيق مع الانتاج يا حماده. من اللعيبه الجامدين قوي. طبعا حماده من الناس اللي السردباكات ما كانتش بتترقص. بالظبط. خد بالك بس السردباك ده اتولد سردباك. ايوه. يعني في المركز ده بالذات. يعني اتولد فحماده من اللعيبه حماده بسم الله ما شاء الله. كابتن خالد انت معاك نجم من نجوم الكابتن هاني رامي. لا ده بنتعلم منك يا كابتن ربنا يخليك ربنا يخليك كابتن حماده كان يعني ليا الشرف اللي هو لعبت معاه يعني هو اول حد طبعا قبل بطل فليا الشرف طبعا ربنا لا الشرف ليا يا كابتن اتعلمت من حضرتك بجد والله وانت يعني على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي يعني انسان اكتر من رائع. جميل حماده. وعايزين حبيبي يا كابتن عايزين ناخد راي حضرتك في النادي الاهلي يعني بنتكلم على يمكن اتكلمنا على مباراه سيمبا التنزانية رؤيه برضو حضرتك والاستفاده اللي ممكن يطلع بيها دايما الماتشات اللي بيبقى فيها خساره واداء سيء ممكن نخرج بيها بايجابيات ازاي نخرج من هذه المباراه بايجابيات تنعكس ان شاء الله على مشوارنا في الدوري بدايه من مباراه طلائع الجيش يوم الاحد يا كابتن. مش هتكلم على الدوري طبعا انا هتكلم على افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي مش هقدر اتكلم مع الدوري عشان انا شغال في الدوري فاهم النهارده كان في مباراه بين الانتاج الحربي وانبي مش كده 0-0 اهلا بيك انا كنت عايز اكلمك بس على المباراه ديت قبل الاهلي وطلائع الجيش ومشواره في الدوري الانتاج بيعاني بشكل كبير جدا طبعا موقوع في الجدول في خطوره طبعا الانتاج اتاثر بشكل كبير جدا يعني في ست لاعبين اساسيين يمكن رحلوا الموسم بدايه الموسم
اثروا بشكل كبير جدا. ولكن احنا في عندنا تحدي ان احنا هنقدر نعمل حاجه ان شاء الله. انا شايف المستوى الفني كويس، ولكن النتائج مش مساعدانا في اخر ثلاث ماتشات. يمكن ربنا كرمنا فوز على كونا في كونا، تعادلنا ماتش اسوان، تعادلنا مع الانتاج. بنحاول نجمع نقاط ان شاء الله مع بدايه الدور الثاني، اكيد ان شاء الله يبقى فيه. انا بس عندي امل الامور هتتحسن بشكل كبير باذن الله. النهارده الانتاج الحربي في المركز ال 16، فانت مطمن على الانتاج الحربي في المركز ده؟ لا طبعا، هو لسه طبعا ده مش بقياس. يمكن النهارده انا مريت بظروف، يمكن اربعه كورونا منهم صحيح، خمسه كورونا وثلاثه اسيد ملعب مش موجودين. النهارده يمكن الغندور مش الاساسي، ولكن ادى مباراه كبيره حارس المرمى. الناس اللي استعوضناهم بشكل كبير، يمكن النهارده لعبت بعض اللعيبه تحت السن، ادى بشكل كويس. الدمبي ادى بشكل كويس، فده ان شاء الله هتبقى المرحله الجايه في هبتدي اصعد حد من الناشئين. عندي مجموعه يعني راجعه من اصابه بتاع. انا عندي امل في الدور الثاني ان شاء الله اللي احنا نقدر. كنتوا النهارده كنتوا قريبين من الفوز يا كابتن حماد. واحنا كابتن عندنا ثقه فيك، وزي ما حضرتك بتقول يمكن الانتاج الحربي من اكتر الفرق اللي اتاثرت في الدوري المصري، خاصه بفيروس كورونا. حضرتك اتكلمت بنقطه مهمه جدا، عدد كبير من اللعيبه مشي من الفريق، ده بيأثر على المستوى الفني بشكل كبير. حضرتك جيت في ظروف صعبه كمان، يعني حضرتك جيت في ظروف صعبه. البدري مشي، مساك طبعا، محمد عادل راح الاسماعيلي، موسى ديوارا راح البنك الاهلي، محمد رجب راح الكونة، يعني عندي حوالي 6 لاعبين وكلهم لعيبه مؤثره يا كابتن حماده، كلهم كان مفتاح لعب كتير جدا طبعا. لكن كلنا ثقه فيك يا كابتن، انت مدرب كبير على المستوى الفني، والنادي بيساعد بشكل كويس كاداره، واقفه معانا بشكل كويس. طبعا اكيد صبر اكيد بشكل كبير، موافقه مع اللعيبه. اللعيبه عندها اصرار ان شاء الله لترجع بشكل كويس الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك يا كابتن. كلمنا بقى عن النادي الاهلي. طبعا الاداء طبعا ما كانش الناس كلها تحللت المباراه بشكل كبير جدا، ان يمكن الاداء البدايه نفسها ما كانتش كويسه. الناس اتكلمت على التشكيل، تغيير الطريقه، يعني النادي الاهلي لازم بيعتمد على صانع اللعب في كل الماتشات، ما كانش موجود. يعني بتلعب برضو بتكثر عدد ديفندرات كتير، ففي اخطاء طبعا اكيد مستر موسيماني هيتداركها بشكل كبير جدا. هالاند يمكن بحس ما كنت مذاكر الخصم ولا لا، كان مهم جدا تبقى تذاكر الخصم بشكل كبير. لكن الاهلي هيرجع ان شاء الله، هو هيوصل باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله يوصل اول كمان، مش هيوصل. الاهلي عنده عناصر، عندها خبرات كبيره اللي ممكن تعدي للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله. متوقع ايه للمباراه اللي جايه، وانت بتتكلم عن مباراه قدام وصيف كاس مصر، ويعني طلائع الجيش فريق قوي، يعني عندهم كمان احمد سمير صاحب من هدافين الدوري. بص طلائع عنده لعيبه كويسه جدا، برضه مر ببعض الظروف، ولكن تدارك دلوقتي بيأدي بشكل كويس. الدوري كله صعب، لكن لما يعني هاجي اقيم الجيش والاهلي، الاهلي يمكن افضل طبعا باللعيبه الموجوده، ولكن مفيش مباراه، في مفاجات كتير في الدوري بتحصل. صحيح صحيح، انا عارف انك متحفظ شويه على تقييم الدوري عشان حضرتك بتشتغل فيه، وده شيء يحترم طبعا. وانا شغال في الدوري كابتن. انا عارف يا كابتن، لكن هاخدك تاني لافريقيا. ويمكن الكابتن خالد جد الله من اول حديث معانا كان بيتكلم قد ايه الامور برضه بتبقى صعبه، واكيد انت حضرتك والكابتن خالد عشتوا اجواء افريقيا، والاجواء خاصه مباريات النادي الاهلي الساعه 3. ويمكن كان معانا يعني احصائيه كده بتقول ان معظم مباريات النادي الاهلي خلال يمكن العشر سنين اللي فاتوا على مستوى افريقيا او بتلعب بره افريقيا الساعه 3 بتبقى نتائجها مش على المستوى المطلوب. رايك كان ده ليه تاثير سلبي على اداء لاعبتنا المباراه اللي فاتت يا كابتن؟ اي خصم بيقابل النادي الاهلي بيختار الاجواء الايجابيه ليه هو، وتبقى سلبيه للخصم، يعني انا بيحولها لصالحه. طبعا اكيد. يعني انا فاكر مره منتخب مصر بنلعب جيبوتي، جيبوتي لعبنا الساعه 1:30 الظهر،
على الترتان بدرجه حراره فوق ال 45. يا نهار ابيض. يعني بتنزل، ما كل واحد بيختار يعني ايه ازاي ازاي تتعب الفرق اللي انت هتلعبها، واستغل نقطه بالزبط. نقطه بلس بالنسبه لي بالظبط. اتفضل يا كابتن. وده الخبرات الموجوده في لعيبه النادي الاهلي هي واخده على الظروف كلها، يعني واخده على تلعب في كل الاجواء، ده الطبيعي. صحيح طبيعي، ما اقدرش ما اطلعش اتكلم على ان الجو حر، انا عارف ما طبيعي ما اطلعش اتكلم ان في امطار غزيره او في ارضيه بقى. خبرات اللعيبه المفروض انت بتعمل انتقاء للعيبه عشان المواقف الصعبه اللي زي دي. صحيح. مش كل ماتشاتي في افريقيا هلعب في جو حلو او ارض جميله لا مظبوط. انت انتقائك للعيبه بتختار لعيبه على خبرات كبيره جدا، مرت بالظروف دي قبل كده. مستر موسيماني مر بالظروف دي كلها اكيد. يعني انا ما بحبش اتكلم دايما على الاجواء المحيطه بالمباراه تبرر يعني تبرر الخساره بس يعني احنا ما بنبررش يعني، خلي بالك يعني احنا مش بنبرر يعني بالعكس يعني احنا بنقول كده، احنا بنشرح للناس لكن ده مش شماعه نقول اصل الجو كان حر اصل الجو كان برد. انت تفتكر حضرتك كابتن محمود الجاري كان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا وانت محارب دلوقتي، انت لو عندك حرب وقال لك اطلع بالليل والجو بيمطر مش هتطلع، او لو انت جو درجه الحراره 45 مش هتروح. فالعمليه كلها تتوقف اكيد على اللعيبه. يعني انا بحب هنا اغوص في المشكله نفسها، يعني احط ايدي على ايه اللي حصل بالظبط عندي بالظبط. ما بحبش اقول في كذا في كذا في كذا، ده كل صحيح صحيح. ده النادي صغير يقول كلام، لكن النادي كبير والاهلي الزمالك منتخب مصر لازم تبقى انت واخد على كل الاجواء دي. صحيح. وتقدر تلعب في اي وقت واي جو. البطل دايما كده. مظبوط يا كابتن مظبوط. والاهلي قادر على كده، قادر يعمل الحاجات دي كلها ان شاء الله. وانت كمان قادر يا كابتن ان شاء الله تمر بالازمه للانتاج الحربي، كلنا ثقه في حضرتك. وباذن الله زي ما حضرتك قلت الدور الاولاني تجميع نقط، وان شاء الله الدور الثاني نشوف نتائج افضل ونتائج تليق باسمك يا كابتن حماده. ربنا يخليك يعني، ربنا يخليك. لا نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن حماده. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كابتن حماده. نرجع تاني نتكلم عن الاهلي ومجموعته في افريقيا. الاهلي خاض مباراتين من 6 منافسات افتكر في نفس المجموعه، حصل على يعني 3 نقاط فقط وهو الثالث في المجموعه. عايزه حضرتك برضو كابتن خالد ترتب لي الاهلي في مجموعته او ترتب المجموعه كلها بعد ما الماتشات تخلص. لا دلوقتي في الوقت يعني بعد ما الماتشات تخلص او توقعاتك يعني. لا اصل يعني احنا سيبك من الترتيب دلوقتي، ده عدى ماتشين لسه 4 ماتشات، فهو الترتيب دلوقتي مش دلوقتي الثالث مش مشكله. الثالث ما في يعني ما فيش مشكله، احنا الثالث متساويين مع سيمبا ب3 نقاط ومع سيمبا ب6 نقاط مع فيتا وفيتا كلاب 3 نقاط. احنا لسه بدري، لسه 4 ماتشات يعني 12 نقطه. وبعدين الفرقه اللي احنا متساويين معاها لعبها ماتشين ورا بعض. مظبوط. يعني لو دوسنا عليهم في الماتشين خلاص يعني انتهت. انا يعني هي حته الترتيب دي نسيبها لما الماتشات قبل ما يعني زي ما بقول لك انا باذن الله احنا هنبقى اول مجموعه وسيمبا هتبقى الثاني باذن الله. احنا اول المجموعه وسيمبا هتبقى الثاني باذن الله. توقع كابتن خالد جدله عشان بس لو لو صدقت هنديك انت حضرتك الجايه. انا معاكم صدقت في حاجات كتير. دي حقيقة. دي حقيقة. يعني حاجات قلناها قبل كده بتتحصل. صحيح. صحيح صحيح. الكابتن المشوار العشره صعب، ومشوار البطوله الافريقيه مش يعني خلينا نتكلم بكل امانه، الطبيعي ان النادي الاهلي يتاهل عن المجموعه ونخش دور الثمانيه باذن الله. رؤيتك للشامله من خلال متابعتك للتشامبيونز ليج الافريقي، مين من الفرق اللي كانت بالنسبه لحضرتك مفاجاه انها حتى تكون في دوري المجموعات؟ لا هو يعني فرقه مفاجاه الترجي يعني في فرق اللي هي على طول بتوصل، هي موجوده يعني الترجي موجود، مازيمبي موجود، الوداد موجود. هي الفرق دي هي اللي يمكن خروج الرجاء هو اللي كان مفاجاه هي اللي مع الفريق السنغالي ده متواضع المستوى. انا اتفرجت على الماتش اللي فات الزمالك و التعادل خارج الارض صح؟ لا مش خارج ده يعني دي خساره يعني. هو مش هو تعادل خارج الارض ده كويس نقطه، بس لما بتلعب فرقه جامده، انما بتلعب فرقه ضعيفه لا يبقى التعادل بطعم الخساره. يعني الزمالك انا اكنه خسر الماتش،
ماتش سهل جدا، مجموعه اتعقدت كمان، مجموعه اتعقدت كان ممكن يريحوا نفسيهم يعني. انا ما اعرفش دول طلعوا الرجاء ازاي، تونجيت دي طلعوا الرجاء ازاي، انا مش مفاجاه انما صحيح. هم بعاد جدا، وانا بشبههم بالمريخ اللي في مجموعتنا اللي في صحيح. مجموعتنا يعني حاجه. ف البطوله السنه دي هتبقى قويه جدا، بالذات في الادوار اللي بعد كده، من منطلق ان النادي الاهلي هو بطل البطوله اللي صحيح. فاتت. فبرضو انت الاتحاد الافريقي بيبقى عايز فرق مختلفه تكسب، يعني دي نقطه مهمه جدا يعني بالاتحاد الافريقي. السنه دي مثلا، السنه فاتت الاهلي كان بطل افريقيا، السنه دي عايزين حد تام، عايزين حد تاني. الفرق التانيه هتقاتل، يقول لك الاهلي ما خدها السنه فاتت ليه ما ناخدهاش احنا. ففي الادوار اللي جايه الماتشات هتبقى صعبه شويه. تاثير ضغط المباريات وتلاحمها، انت خلاص يعني تقريبا انت كل يومين هتلعب تقريبا مباراه، ممكن ياثر على اللعيبه كابتن، ممكن ياثر على الاداء وبالتالي النتيجه؟ هو ممكن ياثر طبعا لو كل يومين هتلعبي بنفس اللعيبه. ما هو الكلام ده احنا قلناه يمكن من شويه، ان لازم يبقى اكتر من لاعب في نفس المركز جاهزين، بحيث ان انت تقدري يبقى في حريه عند المدير الفني ان هو ممكن يريح، وان هو يعني يعمل روتيشن بحيث ان الناس كلها تشتغل، ويبعد عن موضوع الاجهاد والارهاق والاصابات بالنسبه للعيبه. فهي دي شطاره المدير الفني في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب. والماتش مثلا اللي فات شفنا محمود وحيد، يعني علي معلول صحيح في المريخ كان مش موجود، او محمود وحيد حط رجله وظهر بشكل كان كويس. ويمكن انا في حلقه برده معاكم من قبل كده قلت لازم محمود وحيد لازم ياخد حيله، وقلت لازم ياخد ماتشات عشان يبقى جاهز، ماتشات عشان تبقى رجليه في الملعب صحيح. ولما هو ابتدى ياخد، ابتدى بقى عندك باك ليفت تاني، يعني خيار تاني قدامك، وتألق مع علي معلول مع ايمن اشرف، كل الحلول دي بتريح المدير الفني. طيب في جزئيه يعني عايز اخد راي حضرتك فيها. محمد شريف، محمد شريف كان متالق بشكل اكتر من رائع، غيابه في بعض المباريات تفتكر انه اثر حتى على مستواه وثقته في نفسه؟ ومن الواجب يعني رؤيتنا الفنية، هل من الضروري الدفع بمحمد شريف في فترات أطول من المباراة أو بداية مباراة عشان يستعيد كمان ثقته بنفسه ويكون عامل إيجابي يستفيد به فريق النادي الأهلي؟ طبعا أوحش حاجة بالنسبة للعيب الكورة، لأن لعيبة الكورة دلوقتي بتحس بنفسيها أنا كويس ولا وحش، يعني هم أول ناس بيحسوا بنفسيهم. وأوحش حاجة على لعيب الكورة لما يكون كويس ويقعد، دي بتبقى صعبة جدا، بتحتاج وقت عشان يرجع. عارف لو لعيب وحش وبتقعده ده طبيعي، هو بيبقى عارف ان ده طبيعي، انما اللعيب يكون بيأدي كويس. محمد شريف كان ماشي بشكل كويس جدا، وكان بيأدي بشكل كويس جدا، حتى بعيد ان هو بيحرز اهداف او ما بيحرز، لا مجهوده كويس، تحركاته من غير كوره كويسه، بيفتح مساحات حتى اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، فكان ماشي بشكل كويس جدا. لما يلاقي نفسه ان هو قاعد، انا طبعا احنا بنتكلم من بره، ولكن الجهاز الفني هو جوه، ممكن يكون الاسباب عندهم هم، ولكن هي بتبقى صعبة جدا على اللعيب، لعيب الكورة لما بيكون كويس ويلاقي نفسه قعد، بيبقى محتاج ان هو، عشان كده وقت واجب ان هو بيخش بقى رد على الكلام. وبصراحة يعني هو شكله كويس ومستواه كويس ويعني مطمئن، فأنا شايف برضو ان هو لو أخد في الوقت دون هيرجع تاني وهيبقى قوة مؤثرة في هجوم النادي الأهلي. نفس الكلام ده ينطبق على ديانج؟ نفس على ديانج طبعا نفس الكلام. يعني هي لانه برضو قعد شويه وبعدين يعني في عدد من المباريات ريح فيها، وزي بس عايزين نفرق بين ان المدير الفني بيقعد واحد يريحه والمدير الفني بيقعد واحد يستبعده، يعني هي دي فيها ليها فرق. فممكن مثلا ديانج لعب شويه، كان بينزل اخر ربع ساعه يعني، كان بينزل وفي ناس ثانيه بتادي يعني. بالظبط اللعيب اللي هيدوس في الملعب، لان اللعيبه دلوقتي اللي بيجيبها الماتشات صح، مش زي على ايامنا. انا عن نفسي مثلا لما كنت ابعد عن الكوره ارجع ابقى هايل والله، لما بتبقى صعبه يا كابتن. لا سبحان الله، ابعد ارجع حاجه ما عندكش فكره بقى، يعني بص ما عندكش فكره. انما دلوقتي اللعيب اللي بيجيبوا الماتشات لو بعد لا بيقل كتير، يتأثر. بيتاثر وبيقل كتر اللعب، كتر اللعب بيجيب الثقه كمان طبعا أكثر. بيدي الثقه وبيعالج بنفسك وبيحسسها وبيعالج الاخطاء. لعيب الكوره بيعالج نفسه يعني، وموقف اتعرض له وغلط فيه
بيخزنه، يعني احنا في علم التدريب بيقول لك في الذاكره الحركيه بيحطه، وبعدين لما يجي له الموقف تاني بيسترجع التصرف المظبوط ازاي يعني. فهو اللعب دلوقتي لعيب الكره اللي بيجيبه الماتشات، اللي بيبعد بيقل كتير جدا. طيب هنقف عند هذا الكلام، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بنكمل كلامنا مع النجم الكبير كابتن خالد جدل في البيت الكبير. كنا سألنا سؤال مع بداية الحلقة، وهو توقعك أو توقعك لنتيجة المباراة، مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الحد اللي جاي على استاد القاهرة، على الأهلي وسلام. والحقيقة احنا عايزين نتكلم عن توقعات حضراتكم ونناقش الإجابة ديت مع كابتننا الكبير اللي مشرفنا النهاردة في البيت الكبير كابتن خالد جدل، اللي أنا برحب بيه مرة تانية. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. أنا هطرح السؤال وحضرتك تسمع معنا الأسئلة، وعشان يعني نفس السؤال ونتناقش بقى في التوقع ده. هنستعرض بعض الإجابات، بنبدأ بالفيسبوك كالعادة. وصبحي خميس أول واحد معانا، أستاذ صبحي بيقول لك 3-0 للأهلي إن شاء الله بواليا وكهربا وأفشا، ده أستاذ صبحي. أستاذ حمدي عبادي قال توقعي فوز الأهلي إن شاء الله 2-0. زياد إيهاب قال لك 3-1 للأهلي إن شاء الله، ده على فيسبوك يا كابتن. على تويتر كان في يوسف حمدي بيقول إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي. في محمد ميدو بيقول نفس النتيجة 3-0 للنادي الأهلي. على تويتر كلهم ماسكين 3-0 يا رب إن شاء الله. في أحمد طارق كمان بيقول نفس النتيجة، فوز النادي الأهلي بإذن الله 3-0. سعيد علي قال 2-0 إن شاء الله، ده على إنستجرام. محمد دعبس 2-0 للأهلي. زياد ماهر 3-0 قال لك هيجيبهم شريف وكهربا وقفشة يا رب إن شاء الله. اسلام خالد بيقول 2-0 للأهلي. كابتن خالد، لا انا معاهم، بس يعني النتيجه، بس انا معاهم باذن الله الأهلي، باذن الله احنا هنكسب باذن الله. ويمكن حظ طلائع الجيش وحش ان ماتشهم معانا جاي بعد الخساره من سيمبا، لان انا متوقع ان باذن الله اللعيبه هتبقى نازله مركزه، عايزه طبعا مركزه بشكل كبير جدا، عايزه تنسي الناس الهزيمه بتاعت سيمبا. وباذن الله لا هنكسب باذن الله. بس يعني كل ما نجيب جون بدري الماتش يتفتح. كنت لسه هكلم حضرتك إن في النقطه دي، ونقطه مهمه جدا. ساعات كمان النادي الاهلي واقرب مثال كان حتى مباراه المريخ عملناها بشكل جيد، لكن الشوط الاولاني مسيطرين، لكن وفي بنخلق فرص لكن ما بنحرزش اهداف. اعتقد في المباريات ديت المنافس لما بتتاخر في حسم المباراه بشكل او باخر المعنويات بترتفع بتاعته، وشفنا ده مع طلائع الجيش في مباراه النهائي كاس مصر. طبعا يعني في مباراه النهائي ركلات ترجيح كسبنا بركلات. كل ما الوقت بيعدي، لان احنا نحط نفسينا مكان عبد الحميد بسيوني اللي هو المدير الفني بتاع طلائع الجيش، هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم اول 20 دقيقه ما يجيش فينا جوان، كله يبقى فيه تمركز كويس، مش هنهاجم، هنقف وهندافع ونخلي الكرة بقدر الإمكان بعيدة عن، يعني هو يبقى كل الكلام بتاع طلائع الجيش إن هم إزاي يطلعوا بالتعادل، أو لو قدروا إن هم يعني عن طريق هجمة مرتدة يكسبوا، ولكن الهدف الأساسي هو الدرون. عشان كده فرقة النادي الأهلي كل ما بإذن الله ربنا يكرمنا ونجيب جون بدري الماتش هيتفتح والماتش هيبقى سهل بالنسبة لنا. إنما طول ما الوقت بيعدي والنتيجة 0-0 بتصعب الامور عليك، بتصعب الامور. ده برضو بيدينا حاجه بالنسبه للناس لعيبه النادي الاهلي والمهاجمين بتوعنا، ان ازاي استثمار الفرص، ازاي الفرصه اللي تيجي استغلها، مفيش حاجه اسمها اضيع واللي جايه واعوض، لا لا لا، اللي بتيجي ممكن ما تجيش غيرها. وده بقى ملاحظ يا كابتن خالد في الفتره الاخيره بالظبط، تفويت الفرص والفرص الضايعه دي بقت كتير جدا يعني. فهي دي ما ينفعش تبقى موجوده مع لعيبه النادي الاهلي. الفرصه بتيجي لازم استغلها بشكل كويس جدا. واكيد مستر موسيماني اشتغل مع اللعيبه برضو من خلال التدريبات على اهدار الفرص ده بشكل كبير. يعني الكلام ده بيبقى ليه تدريبات ازاي تودي الفروت كتير للجون، ازاي يبتدي يبقى عارف ان هو لو هيحط الكره فين، الناحيه دي في الزاويه دي او في الزاويه دي. فانا اتمنى ان باذن الله الفرصه اللي جيلنا نحرز منها على طول. طيب فريق طلائع الجيش فريق قوي جدا، ده فريق هيلعب السوبر وصيف كاس مصر، عنده 2 من اللعيبة لأول مرة من فترات بعيدة جدا بيختار 2 من طلائع الجيش يشاركوا مع منتخب مصر، مهند لاشين وأحمد سمير زي ما قلنا هداف الدوري. فشايف أن كل دي مؤثرات ممكن ده يأثر على الأهلي بأي شكل من الأشكال ولا لا؟
لا مش هيأثر على المفروض ما يأثرش خالص المفروض. على الأهلي ولا نبص له أساسا يعني ما نتعبش نفسينا فيه يعني في التفكير فيه. ما هو طلائع الجيش ابتدى برضو بشكل وحش جدا يعني احنا لو قلنا ابتدوا الدوري بشكل وحش بالزبط. وبعدين النتائج ابتدت تتعدل فهي القصة كلها عندنا احنا ربنا يسهل لعيبة تكون في حالتها مركزة يا رب. مش عايزين بقى 100% من المجهود لا احنا عايزين 200% من مجهودهم في الماتش ده بالذات عشان زي ما قلت يعوضوا الماتش بتاع سيمبا ويمحوه من الذاكرة بتاعت جماهير النادي الاهلي وتتصدر انت عندك لسه المفروض تتصدر هنتصدر ان شاء الله هنتصدر باذن الله طبعا الدوري احنا لا انا قلت برضو معاكم في حلقه قبل كده انا قلت بيراميدز بعيد هيبقى بعيد وكان الكلام ده من بدري حاجه لحضرتك تقريبا 90% من حضرتك اللي قلته وجول. على مشوار الدوري بيتحقق خلال الاسابيع ديت لكن قبل ما نخش يعني مشوار الدوري حضرتك شايفه ازاي وخاصه النتائج بتاعت النهارده دي جزئيه اللي هتكلم فيها قبل كده ان دايما موضوع نحترم الفريق ودايما بندرسه لكن يعني احنا النادي الاهلي واحنا اي مباراه نخشها لازم يبقى احنا الاقوى واحنا اللي بنحط رتمنا الجزئيه دي يعني ما عملناهاش في البطوله الافريقيه او في مباراه سيمبا بدايه من طلائع الجيش نستمر بيها بهذا الشكل وتبقى سيمبا بقى عندنا حتى نلعب بره نلعب جوه يبقى هو ده شكل النادي الاهلي حضرتك لغايه دلوقتي شايف ان هذه الشخصيه اللي اتكلم عليها موسيماني لانه اتكلم على جزئيه قال لك انا لسه برضو مش مبسوط بالشكل العام لطريقه الاداء امتى نوصل للنقطه دي يا كابتن وهل في بعض الصفقات اللي ممكن تسرع من العمليه للوصول لهذا الهدف يعني شايف في ممكن حاجه ناقصه في فرقتنا ممكن تزيد في خلال الانتقالات طبعا لسه الموسم اللي جاي يعني هيبقى بدري لو قلنا على الموسم اللي جاي يعني طبعا لا بتكلم في حاجه يعني ايه اللي ينقصنا عشان نعمل ده لا احنا ما ينقصناش حاجه لغايه دلوقتي احنا ممكن على مستوى الدوري العام نعمل الكلام ده بشكل مثالي سهل جدا لان هي كره القدم ما فيهاش مفاجآت دلوقتي هي امكانيات لعيبه بتحطها في كفتين ميزان امكانيات لعبتنا مع امكانيات لعيبه اي فرقه في الدوري ده ميزان فما فيهوش يعني ما فيهوش كلام يعني محتاج قرصه يعني محتاج دوسه ان الدوافع طبعا. تكون موجوده وسيد عبد الحفيظ بيعجبني جدا ان هو كل فتره بيقول لك احنا هنخلق دوافع جديده للعيبه وده كلام مظبوط مليون في الميه لان اي لعيب كوره لو ما خلقتلوش دوافع جديده يقدر ان هو يشتغل على نفسه عشان يوصل لها هتبقى العملية هيقف مكان صحيح. فلعبة النادي الأهلي ولا النادي الأهلي عمره كده لا أنا بإذن الله على مستوى الدوري بإذن الله تعالى إحنا بنملك الشخصية الأقوى لأن عندنا الإمكانيات الأعلى من ناحية اللعيبة ومن ناحية الجهاز الفني ومن ناحية الإدارة ومن ناحية النادي ومن ناحية الماليات يعني حاجات كتيرة جدا ورانا جماهير إحنا نمرة واحد والجماهير بتاعتنا صحيح. فأنت كل الفاسيلتيز عندك يعني فبإذن الله ما فيش أي مشكلة بس هي المشكله الحاجه الوحيده ان في اي ماتش لازم نجيب جون بدري جبت جون بدري الدنيا بتتفتح والماتشات بتبقى سهله انما لو الوقت بيعدي بتبقى الامور فيها صعوبه مش صعوبه ممكن بنحلها برضو ولكن بتبقى متاخره شويه ولكن نتمنى من اول دقيقه وبعدين احنا كمدربين دايما بنقول للعيبه ابذل اقصى ما عندك لغايه ما تتعب وقول لي اطلعك اطلعك صح هي دي الامانه كمان ان انا ما انزلش العب نص نص انا بزعل جدا لما بتفرج على ماتشات الاقي اللعيبه بتنهكش طب ما بتنهكش ده مفيش جري تعملش اللي عليه بره واكيد انت طبعا الكلام ده عارفه اكتر مني يا هاني بيتحاسبوا بكام كيلو جريتيهم يعني انا مثلا بلعب في نص الملعب انا رحت في نادي توتنهام من 8 سنين كده عملت معايشه هناك قعدت شهرين في النادي معاهم بيحاسبوا بالكيلومتر الجري طبعا انا بلعب في نص الملعب احنا في احتراف دلوقتي انا باخد فلوس وعقود يعني كلام تاني مختلف تماما الدنيا جميله معايا يعني المدير الفني بيجي ويقول لي انت بتلعب في نص الملعب انت هتجري من 9 كيلو ل 11 كيلو مظبوط لو جريت اقل من كده بتخسر بدفع فلوس وبعدين دايما انا بقول ايه الجري ما فيهوش توفيق وعدم توفيق الكوره ممكن انا النهارده مش موفق في باصه في شوطه في انفراد ضيعته ده توفيق وعدم توفيق ماشي
انما الجري مجهودك في كل الاحوال مفيش، انا النهارده موفق فبجري، انت عادي النهارده مش موفق فمش هجري، عندك الرغبه وما عندكش الرغبه بتنزل بتجري. ليه بقى؟ كل ما هتجري يبقى كل ما هتستلم الكره اكتر، كل ما انتاجك هيبقى اكتر، كل ما الناس هتقيمك احسن، انت هتعلي سعرك لان انت بتستلم الكره كتير وبتتصرف فيها كتير، يعني دي قصص. فانا في ماتشات بتفرج ما فيش ولا نهجان ولا عرق في الفريق، ده على على ده على مستوى الدوري، على مستوى الدوري. طب ايه رايك بقى في مستوى الدوري لغايه دلوقتي؟ عشان التفاوت في المستويات انت في تفاوت كبير جدا، وانا في حلقه معاكم من شهر او شهر اكتر، انا قلت احنا باذن الله ما عندناش مشكله في الدوري، باذن الله تعالى النادي الاهلي في حته تانية خالص، المنافسه الزمالك اللي في وقت معين وهيبعد، ويعني الوقت ده جاي قرب، يعني خلاص هو ممكن بالرغم تصدره لغايه دلوقتي هو فرق ثلاث في ثلاث اسابيع ثلاث مباريات شهر من دلوقتي. طب ماشي شهر من دلوقتي ماشي، الاهلي هينفرد باذن الله تعالى ان شاء الله. بقيت فرق الدوري بقى هتقعد تصارع بقى مع نفسها كده، مين اللي هينزل ومين اللي في النص، والادي كل شايف مين الحصان الاسود في الدوري الموسم ده كابتن خالد؟ سيراميك كليوباترا. سيراميك كليوباترا عشان جابوا لعيبه كويسين مميزين، وبعدين اصل احنا عندنا لغز في الدوري بتاعنا. ايه هو بقى اللغز؟ ان بعيدا عن الاهلي ماتشات الاهلي، يعني اي فرقه بتلعب الاهلي ده قصه تانية، ليه سيناريو وليه تجهيز انما الفرق بقى اللي بتاعه النص دي لما بتلعب مع بعض بيلعبوا بعض، جيمات كلها مفتوحة وزي ما تكون تقسيمة في تمرين، فاللي بيستثمر فرصة النهاردة فبتبقى أي فرقة ممكن تكسب أي فرقة 50-50 النهاردة يعني. النادي الاتحاد السكندري في الدقيقة بلس 90 جاب 2-1 على دجلة اللي كان متفوق بشكل واضح 50-50 يعني قبل الماتش ممكن الاتحاد السكندري يكسب وممكن وادي دجلة يكسب مزبوط. وانت بتستنى بقى التوفيق كان مع الاتحاد في آخر دقيقة جابوا جول، يعني هي كل الماتشات 50-50 فالفرقة اللي بتركز شوية وهي بتدافع تمركزها بيبقى كويس شوية وتقدر توصل للجول وتستثمر فرص بتكسب. أي أسوان ممكن يكسب الإسماعيلي، صح صح، الإسماعيلي ممكن يكسب الاتحاد، بس ده كويس سيراميكا ممكن يعمل ده كويس في الدوري إن, ما إن, إن, إن ممكن كل الفرق تكسب بعض، ده يعني بيدل على ايه؟ يدل ان في ده شغل مدرب، في موتيفيشن زياده، في مدربين صغيرين بدأوا. انا اقيمه لما يلعب الاهلي ويكسب، لما يلعب انا اقيم كده، لا انما التقييم ده الفرق اللي في النص دي اللي كلها شبه بعض قريبه من بعض خلاص انت يعني انا اقول لك ايه هاني، يعني انا يعني بعيد عن النادي الاهلي لوحده لكن الفرق دي كلها متقاربه، يعني ما فيش فروقات كبيره ما بين ما فيش فروقات كبيره، يعني انا اقول لك يعني النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري 90% النادي الاهلي يكسب و10% الفرقه الثانيه. الزمالك بيلعب اي فرقه في الدوري بعيد عن الاهلي والاهلي بعيد عن الزمالك. أيوة انا بعيد عن ماتشات الاهلي والزمالك لان ليها مقاييس ثانيه ومعايير ثانيه. الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري 90% يكسب و10% يتعادل او يخسر. الزمالك بيلعب اي فرقه في الدوري غير الاهلي طبعا 60% يكسب و40% يخسر او يتعادل. انا بوري لك التفاوت في ما بين الاهلي والزمالك الفرق الثانيه 50-50 اي فرق تانية بقى. احنا سيراميكا في المركز 50. الخامس المصري في المركز الرابع، وبكره بينهم بين بعض ماتش وبينهم بين بعض نقطه، هيبقى ماتش سيراميكا 20 ماتش برضو توقعات فيه مفتوحه وممكن سيراميكا تكسب يعني الاثنين 50 قريبين قوي 50. قوي يعني 20-21 انا زي ما بقول لك بتبقى تقسيمه في تمرين. انا معلش يمكن كلامي يبقى صعب شويه بس هي دي حقيقه، بس ده كلام واقعي. انا لما بتفرج على الفرق اللي بتلاعب بعض دي في اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كلها 50-50 نفس النسب، انت بتلاقي ناس بتهاجم على جون الكره بتتقطع، بتلاقي ناس واقفه الناحيه، ناس بتهاجم ونص الملعب كله فاضي. بيراميدز والجون اللي شفتوه النهارده 80 ياردة. بس النقطه اللي لسه سام بتتكلم عليها، فريق زي بيراميدز اعتقد عنده من اللعيبه عن لعيبه كويسه ولعيبه على مستوى الدولي، عقودهم كبيره جدا من اكبر عقود موجوده يمكن في الدوري المصري، بيلاعب نادي الجونه اللي انا شايف انا في وجهه نظري من افضل الفرق لغايه دلوقتي على مستوى ثبات المستوى. النتيجه حتى 1-1 بيراميدز والجونه ما كانتش مفاجاه لحضرتك؟ لا برضه ما كانتش مفاجاه، وانا كنت عارف الجونه هتتعادل يعني بيراميدز كسبان.
بيراميدز عنده، انا معاكم قبل كده قلت لازم لهم كل يوم دوافع جديده، او يعني هم ما عندهمش يعني ناس راحة على بطولات هي كف. لا بطولات لا بعيد لسه، مش ناس راحة على بطولات، لسه بدري لسه بدري. انا يعني وحتى الاستثمار الاموال اللي بتضخ مش على قد المردود اللي الواحد بيشوفه، يعني اموال بتضخ بشكل رهيب جدا مش هو ده اللي تناسب المردود اللي الواحد بيتفرج. إدارة عليه. فنية يا كابتن ولا يعني دي مدرب اللي يقدر يطلع التوليفة دي ويقدمه بشكل أفضل ده على مستوى الإدارة الفنية؟ لا هم عايزين مدرب بشخصية معينة، مش شخصية هادية لا مش هتمشي، يعني الشخصية الهادية اللذيذة دي لا مش هتمشي هناك، مش هتمشي مع بيرم. عايزين واحد أجريسيف شوية، قوي شخصيته جامدة شوية، بيشتغل في الملعب شغل اللعيبه تحس ان هم هيستفيدوا منه فيسمعوا كلامه ويبقى في حب واحترام ويكون قوي الشخصيه ويخلق دوافع جديده كل ما هو دي الدوافع الجديده. كابتن هنتكلم على مستوى طبعا مش مستوى الفني، على المستوى الفني حضرتك قلت مدرب يكون حازم شويه على مستوى، مش شايف ان يمكن على المستوى الطموح اللعيبه نفسها، انا بلعب في نادي مش جماهيري باخد فلوس كويسه انا اتعودوا بالنسبه لي الموضوع ما فيش حد بعد ما اخرج هيقول لي او ما فيش ضغوط، بمعنى ضغوط ان انت الضغوط الايجابيه اللي انت بتخاف ان انت لو اتغلبت ماتش في لا ناس بره مستنياك، ده جزء من عدم وجود الروح ديت في بيراميدز. يعني الدوافع دي مش موجوده، بس بقى في نفس الوقت يعني انا كنت اكمل كلامي، جزء فني مدرب شخصيته قويه بشغلته، مدرب مش واحد يعني شغلته مدرب، انت فاهمني يعني انا فهمت كويس، بحيث ان اللعيبه يعني تشوفه ما حدش يفتح بقه ويتعلموا ويعرفوا ان هو هيثقلهم، واللي ثمنه مليون هيخلي ثمنه 10 مليون، ولعيب الكره دلوقتي لما بيحس بكده بيلتزم بيشتغل صح. نمره 2 بقى حته اداريه، طب انا اديتك فلوس كتير، طب لما ما تاديش وادي نتائج ادفع كتير. برافو عليك. عملية سهلة جدا، بس أنا يمكن عشان في الشغل تعودت على احتراف قوي يعني أو أنا بحب كده. كلام مظبوط. أنا بديك فلوس مش هتأدي ادفع فلوس، ما أنا وما هي تخسر مني مش سوري يعني هي مش، أنا بحس إن اللي بيروح هناك خلاص هو رايح حتة بياخد منها فلوس، هو ده الفكر يعني، أنا باخد فلوس وعقدي طيب، لو ما أديتش، لو ما جبتش جوان، لو ما جريتش، لو ما دفعتش كويس، ما فقصادها ادفع بقى فلوس. وانا يعني انا نظام الكوره في مصر على يعني برضه الانديه بتصرف فلوس كتير جدا، يعني ميزانيات رهيبه. انا كنت انسب وضع لينا ان مثلا في مصر على المستوى حتى الفني اللي انا بشوفه، لان انا بقعد برضه الحته الاداريه عشان انا بكالوريوس تجاره، فبرضه في الحتت دي الواحد انا لو عندي 30 لعيب مش مهم يكونوا كلهم محترفين عقود احتراف، لا انا عندي 10 محترفين بعقود احتراف يعني ياخد فلوس وهيأدي و10 هواه. بس الكلام اللي بقوله ده صعب، ده عايز ناس بقى بتشتغل في الكوره يعني مخها في الكوره، هو ازاي كده 10 ناشئين يعني عقودهم ما تبقاش محترفين، ليهم عقود بس مش بنفس القيم، مش بنفس المبالغ دي، مش بنفس المبالغ دي مش بنفس المبالغ دي، يعني بمبالغ أقل شوية كمان، وعشرة ناشئين. يبقى أنا كده بص شغال في كام يعني أنت لا بس الكلام اللي أنا بقوله ده عايز ناس بتحب الكورة وبتفهم في الكورة وعايزة تشتغل، هيبقى يومها كله كورة بتشتغل صح، يعني بتشتغل مش فهلوة ولا كلام ولا لا 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 لا. هتلاقي الأندية وفرت فلوس كتير جدا رهيبة، تمام 10 لعيبه بس محترفين هم اللي بياخدوا الفلوس كويسه، وفي نفس الوقت يدوك مردود كويس ويكونوا يستاهلوا الفلوس دي، و10 هواه بعقود تانية اقل، و10 ناشئين، كل فرقه مرتبطه تطلع 10 لعيبه ناشئين عشان حتى اعمل مستقبل للعبه، يعني اطلع اجيال جديده، ادي امل للعيبه الصغيره دي ان هي ممكن تلعب، لان هقضي على 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 حته ان انت عندك وكيل هجيبك، ما عندكش وكيل هبطلك يعني في حاجات. طب كتيرة. الحاجات الارقام دي يا كابتن ما تنفعش تبقى على مستوى العقد نفسه، ما ينفعش ده يبقى هتديني هتشتغل قبل ما اديك فلوس، يعني عندنا هنا مشكله ان اللعيب لما بيمضي عقد يقول لك انا عايز من دلوقتي انا عايز 50% من عقدي، الكلام ده مش موجود بره نهائي، يعني انا ما عملت عقد
هتديك ديبوزيت انك بتبدا انت مضيت على حاجه، لكن انت لازم علشان تاخد فلوس كتير لازم تلعب ماتشات كتير وتبقى في مركز متقدم عشان تبدا تاخد العقد بتاعك. هنا في مصر يمكن الامور مختلفه شويه، ان العقود بتتقسم على عدد الشهور، يعني انت عقدك مثلا 10 مليون في السنه، كل شهر هديك مليون او يعني بتتقسم بطريقه ملهاش مردود فني، لعبت او ما لعبتش او في جزء مشاركه اللي هو 25 اللي في الاخر. وصدقني دلوقتي معظم الانديه اللعيبه بتطلب لا الغي لي بند المشاركه. فانا في رايي ان التطبيق الاحتراف بمعنى انك بتاخد فلوس كتيره قوي شغاله في مصر بشكل خاطئ، انك بالزبط. لازم الاول تشتغل وتطلع انتاج، ومن خلال الانتاج ده كل ده مكتوب في العقد. أيوه. انت اول هتفضل اول على طول هتاخد فلوس، لعبت ماتشات كلها هتاخد فلوس، أيوه. اجت هتاخد فلوس، والعكس صحيح، لا انت بتتغلب هيتخصم منك فلوس او مش هتاخد فلوسك، في مركز متاخر لا مش هتاخد فلوسك، فالحته دي برضو عايزه اداره شويه على مستوى احترافي في تنفيذ عقود اللعيبه يا كابتن. طبعا انت بتتكلم كلام 10 على 10. النقطه دي مين اللي يواجهها؟ يعني هل اتحاد كوره بيحط الكلام النادي. ده اداره النادي؟ لا، ما ممكن اتحاد الكوره يحط لك شروط الناس كلها تمشي عليها، يعني مش كل نادي لوحده، لا اتحاد الكوره لو هو بقى بيشتغل كوره صح وبيشتغل فاهم كوره صح وبيشتغل للمصلحه العامه مش لمصالح شخصيه ولا الاغراض شخصيه ولا الانتخابات ولا القصص بقى اللي احنا عايشين فيها بقى لنا 25 سنه، يعني اللي عمالين بنلف وندور حواليها، لو هنشتغل كوره مظبوطه فنقول كلام جديد، نقول افكار جديده. احنا البلد دلوقتي بتحسن ليه؟ يعني بلدنا الحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرات رهيبه، يمكن في ناس بتحسها وناس مش حساها. ليه؟ لان الناس اللي بتشتغل واللي بتفهم جت في اماكنها، ففي انجاز، مش العمليه اداره والتزام، اداره والتزام، وبجيب الناس اللي بتعرف في الشغلانه. انا مثلا هقول لك وزير النقل، ما احنا طول عمرنا عندنا وزير نقل، اشمعنى يعني كامل الوزير مش كده؟ اشمعنى عمل طفره؟ لان دي حتته، هو كان رئيس الهيئه الهندسيه بتاع القوات المسلحه، شغلته فهيفهم فيها تخصص حضرتك. تخيل انت لو في اي مجال على مستوى الكوره جبنا المدرب اللي بيفهم، صدقني طفرات. وبعدين انت كل ما تجيب الناس اللي بتفهم هتوفر لك حاجتين، هتوفر لك وقت، بمعنى ايه؟ اللي هيتعمل في سنه هيتعمل في شهر ونص، لان الناس بتفهم فبتخش على البوينت على طول، على الويك بوينت على طول، وتعالجها بتختصر مسافات اتنين، هتوفر لك فلوس. انت لما بتجيب الناس اللي مش فاهمه بتدفعك فلوس وتلففك حوالين نفسك وقت. وتخسرك وقت كل حاجه. احنا محتاجين في الرياضه وبالذات في الكوره على الحته بتاعتنا كل من بيفهم في شغلته يجي عشان يدينا افكار جديده وكلام جديد، اصل احنا مش معقوله هنفضل في 20 سنه بنسمع نفس الكلام. أيه. ونفس يعني ايه ده؟ مفيش اي حاجه جديده؟ طب كلمه مزبوط. جديده، فكره جديده، حتى لما تتطبق، حتى لو مش هتتطبق تطرح بس عشان بس تطرح، يعني حد يتعب نفسه انه يفكر يقول حاجه جديده. خد بالك لعيبه الكوره مثلا بتبقى مستنيه تسمع مثلا من مدرب بتاعها كلمه جديده، مظبوط، موقف جديد. احنا هنا بنشيد بالمدربين الجداد الشباب زي هيثم شعبان وعبد الحميد بسيوني واحمد سامي، يعني ده علي ماهر، يعني في ناس كمان طلعت احنا بنشيد بيهم انه خلاص يعني بدات فكره الشباب دي تطبق على مستوى المدربين، يعني فده انا بتكلم على مستوى المدربين يعني الكوره يعني. لا يعني انا اتمنى موضوع من اي مسؤول يتعب نفسه شويه يدور على الكفاءات، يتعب نفسه بس شويه يدور على الكفاءات، بلاش الشغل عن طريق المجاملات او العلاقات، او واحد صاحبي كلمني على واحد فاجيبه، طب مش يعني الكلام ده كله بيفقدنا حاجات كتيره جدا احنا ما بنحسش بيها، بس بنحس بيها في الماتشات بقى الجامده في اللقاءات الدوليه. احنا عايزين احسن مدربين تشتغل، احسن اداريين تشتغل، يعني عايزين افكار جديده ونسمع كلام جديد وفكر جديد، سواء كويس او سواء غلط، بس حاجه، انما مش هنفضل طول عمرنا والدايره مغلقه، دايره مغلقه عمالين دايرين فيها يعني. وفي حاجات كتير في حاجات كتير تتعمل خاصه، يعني انت تخيلي لو 10 ناشئين عندهم الامل ان هم هيبقوا ضمن هم الفرقه 30 واحد، انا هبقى واحد من الاشبال. هاني مسك قطاع الناشئين قبل كده وانا مسكت قطاع الناشئين قبل كده عندنا في النادي، انت لا تتخيلي حلم اللي انا بقوله ده. يعني ممكن العيال ما تنامش. الدوري ده ممكن يفرز عناصر جديده للمنتخب؟ لا
لا هو يفرز عناصر جديده للمنتخب في حاله واحده. لو حسام البدري عنده وقت يعمل معسكر يجيب لعيبه جديده يمرنها يتكلم معاها يقول لهم فكره، انما هو مش هيجيب لعيب جديد يلعبه. ما خلاص هو الموضوع المعسكرات الطويله ما مش موجوده. فسيبك يعني. ان انت قلتي مهند لاشين مش عارف احمد سامي ولا احمد سمير بس كده وكده يعني خلاص هيجي وما فيش، هتلاقي نفس الناس اللي بتلعب هي اللي عندها الخبره واللي عندها الخبره الدوليه واللي بتشترك في اهلي وزمالك وبيراميدز. مش هتلاقي حد جديد لان حسام مش هيبقى عنده وقت ان هو يمرن. هي لو الكره كده اصلا ان انا اجيب واحد جديد العبه كانت الكره تبقى سهله، هي مش كده. فهو ممكن ياخد يضم زي ما كده، انما مش هتلاقي له موجود. لا يعني هتاثر عمليه النقطه. اخر سؤال يعني قبل ما نختم مع حضرتك، التقارب المستويات ما بين طبعا النادي الاهلي في حته تانية ويمكن الزمالك كمان ممكن يكون قريب يعني من منطقه مع النادي الاهلي، لكن ده مش مساعد الكابتن حسام او انت على طول؟ اصل انا اتفاجئت بتقول لا، يعني اسام بتقول لك الدوري مش هيفرز، فقلت لها لا لا مش هيفرز قولا واحدا مش هيفرز. ماشي احنا الايام جايه وهو يفرز يعني ايه؟ ان لعيب جديد يلعب. مظبوط مش صح ولا يتاخد؟ حلوه الاجابات اللي ما فيهاش دبلوماسيه ديت، خلينا حاطين رجلنا على الارض. لا ما هو يتاخد عشان يرجع ملوش لازمه. لا يتاخد ويبقى ليه بصمه مع منتخب مصر. احنا هنشوف، مش الماتشين جايين بتوع كينيا وجزر القمر؟ هنشوف يعني، خليكم فاكرين النهارده الحلقه وهنيجي ونشوف. لو حد جديد لعب هتبقى صعبه جدا. هنعدك. لا هتبقى صعبه. كابتن خالد شرفتنا النهارده، ربنا يخليك، نورتنا. في الله يخليك يا سيدي. شكرا جزيلا يا كابتن، دايما بتنورنا وبتسعدنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا هاني. بابا سعيد وانا معاك. ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي. شكرا لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده ونهايه الاسبوع ان شاء الله باذن الله. يوم الاحد ان شاء الله هنتفرج مع حضراتكم على النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق والفوز، ونقابل حضراتكم ان شاء الله في البيت الكبير يوم الاثنين. تصبحوا على خير.